بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. اللهم قني شر الأصدقاء، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. لقاء يأتي في توقيت مهم جدا، الأهلي يدخل حلبة الصراع العنيفة والقوية دفاعا أو رغبة في استعادة اللقب الجميل، اللقب المحمود، اللقب المحبب، أميرة البطولات الأفريقية. وصلنا إلى خط النهاية، الأهلي يستعد وبقوة وبتركيز للمباراة المهمة مع الترجي التونسي إن شاء الله يوم الجمعة في استاد برج العرب، وأعتقد لحظات من الترقب الكبير يا باشمهندس. مؤكد، لأن كل أحلامك بتتركز وتضغط في هذا الاتجاه، وده اللي مخليني قلت يعني الاستهلالة بتاعتي. ان لازم نفهم كويس قوي ان كل شيء له ثمن، ولا يمكن، لا يمكن وانت تخوض الصراعات على كافة المحاور ان ما يكونش فيه نوع من اختلال المعيار الفني على الاقل يعني. اما ان تركيزك الاساسي هي البطولة الافريقية، انت كاتب عنوان كويس، الكل منشغل بها. انا وانا في الملعب لعيب بلعب وانا خايف اصاب، خايف احرق مجهودي، خايف يعني. فلازم نبقى فاهمين ما نطلبش الكمال في الاداء من النادي الاهلي في كل مباراه، وكفى قسوه من جمهورنا علينا في كل طله للنادي الاهلي، الاقتراحات كتير قوي والفتاوي كتير قوي والانتقادات كتير قوي، ومش دي طريقه المحبين. لما يكون عندك استاذ ابراهيم ابن اعتاد على التفوق وجه في امتحان الرسم في الثانويه العامه فاتلخبط، ما تقعدش تقول له النبي ما انت فالح ولسه الامتحانات المهمه ما جاتش. صحيح، مش ده الحب ومش ده التحفيز. التحفيز انك تبقى مقدر مجهود ابنك، التحفيز تبقى مقدر تفوقه السابق، والتحفيز انك تقول له حتى لو كان هناك اخفاق في لحظه انساها، اقلب على اللي جاي عشان ما تفقدش مكانتك. هو ده النادي الاهلي. لكن اذا كنت هتنطقوا حب النادي الاهلي على مزاجكم، والله بناقصكم كفايه بقى، ده حاجه محبطه. انت وانت بتقرا التعليقات بعد الماتش واثناء الماتش مفيش اتنين متفقين على حاجه، يزهقوك يعني. يعني ايه توصل لحاله من طب امال المنافس بتاعك هيكتب ايه؟ اما يجي ينتقدك هيكتب ايه؟ انت ليه بتدي سلاح للمنافس اللي يطعنك بيه؟ يا جماعة، الحب يعني حب، الحب يعني مؤازرة، يعني فهم للظروف، يعني مساندة. صحيح، مش ان انا احبك وانت بعافيتك واول ما اجيلك شوية كحة ابقى خاف ازورك. ما ينفعش، ده ما اسموش حب. الحقيقة هي كانت يعني مسألة ملفتة جدا، والمهندس عدلي تكلم فيها يمكن والله من غير سابق ترتيب بينه وبينه. فعلا قضية السوشيال ميديا تحديدا في تعاملها مع الاهلي ماشي معاك ولا ضدك يعني. انا متفاهم انه ممكن يبقى فيه شباب صغير، ومتفاهم انه ممكن يبقى فيه ناس مش اهلاويه وداخله باسماء علشان تخلق جو سلبي حوالين الفرق، وده غالبا وبيجرجر وراهم ناس فريق أهلوية. عنده فاينل افريقيا، وتبص تلاقي انتقادات عنيفه جدا وتجريح للاعبين مهمين في الفريق، كل اللعيبه بلا استثناء. بلا استثناء. ايه ده يعني؟ لصالح مين فريق موجود في قلب الملعب وبيخوض توقيت صعب جدا انه اللعيبه يتم التطاول عليها والتجاوز بهذا الشكل؟ مفهوم انه ممكن يبقى في شباب صغير. يا استاذ ابراهيم، كل المنافسين اللي لعبوك بيحترموك وبيشيدوا بيك وبيعتبروك انت البطل. بالظبط، الا احنا. لكن كمان الناس الكبيره الفاهمه اللي لازما ترد ولازما تحاول توصل الراي الايجابي الصح للشباب الصغير او للدخلاء حتى، لانه هتلاقي في ناس مش لا يروق ليهم ابدا ان الاهلي يبقى كويس. قلنا من المره اللي فاتت يا جماعه مسؤوليتنا كلنا دعم الفريق. انا عجبني اكتر من حد قال هنعمل هاشتاج ادعم فريقك. ادعم فريقك، لانه فريق في قلب المعركه، فريق بيخوض نهائي دوري ابطال افريقيا، تبص تلاقوا جماهير فرقها ما شاركتش في البطوله اصلا وقعدت تلاعبك يعني. كمون دخل فيك يعدلك مش عارف غلطه مين في ايه. انت في الاخر انت بتلعب فاينل اهو. بالظبط، مسؤوليتك ان انت تدعم الفريق، مسؤوليتك ان انت تساند بقوه، مسؤوليتك انك انت
تحمس اللعيبه علشان تاخد منهم افضل نتيجه تسعدك، لكن بهذا الشكل اللعيبه في الملعب والناس بتتكلم على الصفقات بقت نغمه ممجوجه جدا. صفقات ايه بس؟ ما انت بتتكلم على لعيبه في الملعب، يقول لك بلاش فلان هاتولنا فلان. طب فلان التاني ده هيلعب مكان مين؟ مكان لاعب بيخوض نهائي افريقيا، لمصلحه مين عايز تشيل ده عشان تحط حد؟ وبعدين ده مش دورك، مش دورك، انت ما تعرفش الكواليس مثلا. وبعدين يا ريتكم متفقين على فلان ولا علان، الا لو سمعت كلامه يبقى انت عايز قايمه من 50 لاعب واكتر. عشان كده حلقه فيها الكثير من المسؤوليه والايجابيه لدعم فريق يخوض المباراه النهائيه في اقوى البطولات الافريقيه. حلقه مهمه جدا، هذه ابرز عناوينها: جمله اعتراضيه واذهان مشغوله، في لحظات الحسم يظهر اللاعب رقم واحد، وحتى الحكام الاجانب اهلاويه. اهلا باتحاد جده وكل الاشقاء. المحتوى النهارده ان شاء الله اطلاله على كل المشهد بكل ما فيه، وان شاء الله تطمنوا على الاهلي، وباذن الله تعالى يكون الكل على قلب رجل واحد في خوض هذه المباراه الكبيره المهمه. كان في مران استشفائي للمشاركين في مباراه الوصل الاماراتي، كارتيرون حرص على هذه التدريبات لتجهيز كل اللعيبه عشان الكل يكون جاهز ان شاء الله لمواجهه الترجي. اسلام محارب انتظم في المران الجماعي بعد ما كان غاب للاصابه باجهاد في العضله الضامه في الساق اليسرى في مباراه وفاق سطيف الجزائري. طبعا الكل مهتم جدا بالسؤال على محمد الشناوي حارس المرمى اللي خرج مصاب في مباراه الوصل امبارح. الجهاز الطبي بيأكد على انه اللاعب هيأدي بعض التدريبات البدنيه الخفيفه او اداها على هامش هذا المران، وباذن الله تعالى يتمكن من تنفيذ برنامج تأهيلي كويس، يتعافى معاه خلال اليومين الجايين من شكواه من هذه الاصابه بكادنه في العضله، ويكون باذن الله جاهز لمباراه الترجي. المران المسائي النهارده الاهلي انهاه بفقره للتسديد على المرمى بتقسيم اللعيبه مجموعتين يا باشمهندس عشان يفعل قدرات الشوتينج او التصويب من المسافات المختلفه. يعني انت المباراه عندك مفتوحه لاحتمالات كتيره جدا، ولازم تبقى كل المهارات انت متدرب عليها. لقاء دائما الذهاب اللي اعتدنا ان يبقى على ارضنا حاجه غريبه، يعني ثالث او رابع نهائي بيتلعب بنفس الطريقه، تطلع اول المجموعه تلعبوا برضو كده، تطلع تاني المجموعه برضو تلعبوا كده. يعني كانوا بيقول الاتحاد الافريقي بيظبط الملاعب للاهلي فانت ولا مره بقالك سنين تلعب هذا النهائي على ملعبك ابدا. لكن الفعل الحسن انك بتقدر تاخد اللقب خارج ملعبك. نتمنى ان كلنا نقف ورا النادي الاهلي وقفه حقيقيه، دعم حقيقي، اظهار الثقه في لاعبتنا، اظهار الدعم الى اخر لحظه، علشان على الاقل يا اخي ما نبقاش قصرنا احنا، ما نبقاش احنا مقصرين ونطلب من غيرنا ان يؤدي المسانده. انما احنا نبقى احنا مقصرين وبنطلب من غيرنا ان يؤدي واجبه، ده لسه جديده دي. طيب الدكتور خالد محمود طبيب الاهلي بياكد على انه جونيور اجاييل المهاجم النيجيري نجم الاهلي اللي الناس نسيته من طول فتره غيابه ونسيت تاثيره ونسيت ان الفريق كان فيه لعيب مهم جدا، لعيب مهم يمكن من افضل اللعيبه الاجانب اللي موجودين في الدوري المصري، غاب فجاه للاصابه اللي ابعدته طويلا. الدكتور خالد محمود عقد جلسه مع اللاعب في حضور مايكل ليندمان مخطط الاحمال وطلب عبد العزيز اخصائي التاهيل علشان يطمئن على برنامج التاهيل اللي بينفذه جونيور اجاييل اللي كان اجريت ليه جراحه في لعلاج قطع في الرباط الداخلي للركبه تعرض ليها لو فاكرين في مباراه تاونشيب البتسواني. اجاييه هيكون محتاج ثلاث اسابيع تاني للعوده للعب تدريجيا، يعني ثلاث اسابيع ويبدا يدخل تدريبات الكره جماعيا، ما معناه انه باذن الله تعالى في شهر 12 ممكن يكون اجاييه في الملعب يا باشمهندس باذن الله.
لعيب مهم جدا، عشان اللي بيسألوا على الصفقات اعتبر انك انت ما عندكش اجايب وجبته في شهر 12. الاضافات دي كلها على الفرقة اضافات مهمة جدا يا جماعة، يعني احنا ما ننقص لعيبة مهمة بالشكل ده. مش بس عبد الله الصعيد اللي فقدناه، احنا فقدنا ترسين مهمين جوه الفرقة، زائد ان في تروس تانية بتتعطل واحنا شغالين بنصلحها. فالفريق ما هوش في ثباته، وما فيش مش في شكله الامثل حتى الان. نتمنى بسرعة عودة اجايه لحد بإذن الله ما نعدي هذه الفترة الصعبة عشان نشوف الأهلي الحقيقي. طيب الأهلي الحقيقي، خليني كمان أسألك على الهاندبول. ناس كتيرة ضايقها خسارة الأهلي امبارح. نسينا نبارك للاتحاد المصري لكرة اليد على فوزه في النهائي على النادي الأهلي. الاتحاد المصري فاز الاتحاد المصري على النادي الأهلي 27-25 كده. الحقيقة ما كانش يعني لم يقصر في أداء واجبه في إضعاف الأهلي وتحميده سواء محليا أو إفريقيا، وبنشكرهم على ما يبذلوه من جهد حقيقي، ودي هتفضل بطولة يحيط بها علامات الاستفهام، ولن يتحرر منها هذا الاتحاد لمدة طويلة أو قد لا يتحرر منها. طب إيه مسؤولية الاتحاد؟ يا عم يعني دي بطولة اتحاد وطني يعني عمال يعاكس فرقه زي ما بيعاكس النادي الاهلي كده، سواء في القائمه المحليه او حتى في القائمه الافريقيه، ويقول لك اصل خطا من النادي الاهلي، اصل الجواب مش عارف ايه. ها وبعدين انت بعت جواب تقوم تبعت للاتحاد الافريقي تقول له ده خطا من عندي. بالمناسبه رئيس الاتحاد المصري اللاعب دامث الخلق اللي انا بحبه على المستوى الشخصي، ولكن مندهش قوي من ادائه كرئيس للاتحاد المصري هشام نصر، ونائب رئيس الاتحاد الافريقي ايضا الدكتور مدحت البلتاج، والاثنين اجمل من بعض، ولكنهم مش قادرين ينسوا ابدا انتمائهم لنادي الزمالك. وسواء يعني في 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 وضع الحكام في يعني مش عايز اتكلم واتحاجج، لان الزمالك ممكن يكسب الاهلي بلا مساعده، واخد بالك؟ والاهلي بس يبقى عندي فير بلاي، عندي فرصه ان انا العب انا كمان وانا مدعب صفوفي زي غيري واقدر العب. فالمساله بالطريقه دي لابد من التحقيق فيها، ولو في قصور داخل النادي الاهلي يجب ان يحاسب المسؤول على هذا القصور. هو الاتحاد حرمك من ان انت دعم؟ في جوابات بقى في ده اصل المساله معقده استاذ ابراهيم. لكن في الاخر لما الاتحاد يقول انا بعت الاسم ده غلط، لازم يشير علامات استفهام لدى الاتحاد الافريقي. والاتحاد الافريقي اللي هو نائب رئيسه، يعني الزمالك بيشكو للزمالك عشان الزمالك يصعد للزمالك، والدنيا كلها ماشيه كده. يعني من اول ما القائمه المحليه لحد الاتحاد الافريقي، انت بتتعامل مع ناس محترمه جدا لا جدا، لكن عواطفها مش قادره تخلص منها. ما ينفعش ان البطولات تكون بهذا التأثير. سيبوا الدنيا ماشية طبيعية، خلينا نعرف مين البطل فعلا، خلينا نعرف مين البطل فعلا. طيب دي معاكسات الاتحاد المصري لكرة اليد، وهي وإذا كان هناك تقصيرا استغله الاتحاد المصري، ها ما انت ممكن تديني سلاح ان انا بقى مستني تغلط وعشان أظهر خطأك. يجب محاسبة كل المقصرين داخل النادي الاهلي. احنا مش بنهزر، هو ده النادي الاهلي، احنا مش بنهزر. لو في تقصير في تجهيز فريق كره اليد، في تدعيم فريق كره اليد، في اداره شؤون كره اليد ما بين القيد ومعاده وغيره، يجب محاسبه المقصر. ما هو انت ما تديش الاتحاد المتربص بيك انه خطا، ما انت ما عملتش كذا. اولا دور الاتحاد انه يقول لك الحق اعمل، مش انه يظهر خطاك. لان النادي الاهلي هو نادي مصري، ما انت في نادي الزمالك الدنيا ماشيه ليه سلسه، لان مؤكد انت بترعى ان اجراءاته تبقى 100% سليمه. لازم تكون على نفس القدر والمسافه، اما يبقى عندك ناديين، ولما توصل يا سيدي الفاينل فليكن حظوظ الناس متكافئه، واللي يكسب. لكن ما ينفعش كده، انا دايما داخل وانا يعني رشش في عينيا شويه رمل. ما ينفعش يعني. أنا مستاء مما حدث والملابسات التي أحاطت بهذه البطولة، سواء من قبل سواء إذا كان خطأ عند الأهلي أو خطأ
استغلها الاتحاد ضد النادي الاهلي. الكلام لدى الاعلام في حته الزمالك باستمرار، اللي راجل الفتره اللي فاتت لو الاهلي عمل عقد رعايه كبير اشمعنى، لو الاهلي عمل اي امتياز اشمعنى، مع انه ده دي اليات سوء. الكلام ده دفع فنان الكاريكاتير عمرو سليم في المصري اليوم انه يرسم كاريكاتير واحد زملكاوي بيتصل بالو منظمات حقوق الانسان عاوز اقدم شكوى في ابويا، بيدي اخويا مصروف اكتر مني عشان اخويا اهلاوي. اه يعني ممكن تصور العقلي هو بي 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 يعني اقول ايه، هو في كده في الدنيا، في كده في ناس باعلام وبمسؤوليه منشغلين بالنادي الاخر. ما بيتكلموش على ناديهم خالص، كل كلامهم ازاي النادي الاهلي ده ياخد كده، ازاي النادي الاهلي يعمل كده، ازاي النادي الاهلي ده يتفوق كده. وبعدين تجد على ارض الواقع هو الذي يجامل من جميع الاتحادات ومن جميع الجهات المعنيه. هو الوزير لما يتفق مع اتحاد الكوره يسدد له 300,000 دولار عشان ما يتعاقبش. ده لو حصلت للنادي الاهلي والله كان حصل انسحابات. احنا قلنا الكلام ده من حلقتين ثلاثه فاتوا، وبنجدد المناشده للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. مش هيعمل. نحن نقدر حرصك على المال العام. اتحاد الكره اللي انت فتشت عليه ولجانك رجعت منه فيه مخالفه صريحه كبيره قيمتها 300,000 دولار. 300,000 دولار. في صرف في غير موضوعه وغير مسؤوليته، في مخالفه ماليه اداريه للاتحاد، صرف 300,000 دولار بدون وجه حق. وده مش مطلوب منه. بص يا استاذ ابراهيم، نتمنى استاذنك، نتمنى اما انه لجان الوزاره ترجع تفتش وتتاكد من اللي احنا بنقوله، ان اتحاد الكره صرف 300,000 دولار عن نادي خالف القانون، عن نادي خالف القانون. لو الاتحاد ما صرفش الكلام ده نبقى احنا غلطانين. لو الاتحاد صرف الكلام ده 300,000 دولار، رقم واحد نشوف سبب الصرف ده ليه. رقم اتنين اذا كانت مستحقات كما يدعون، فين حقوق بقيه الانديه وعلى راسها النادي الاهلي اللي حقوقه 3 أضعاف هذه القيمه؟ فاما من اتنين، اما ان فلوس الفيفا وصلت وتم توزيعها لنادي والسكوت عن بقيه الانديه يبقى في مشكله اداريه، او فلوس الفيفا ما جاتش يبقى في مخالفه اداريه صريحه، في مخالفه ماليه فجه قيمتها 300,000 دولار، مش 2000 دولار تم استضافه بيهم خالد عبد العزيز كما تم او كما ادعت اللجنه وبعد كده ثبت ان ده كلام مش صحيح. بفتش على 2000 دولار عشان اغيظ بيها خالد عبد العزيز كلجنه، ثم اتجاوز عن مخالفه قيمتها 300,000 دولار. لو اتحاد الكره المصري خالف واهدر من المال العام ما قيمته 300,000 دولار لابد من حساب. وبالمناسبه رعايه اللجنه الاولمبيه للاتحادات وقيادتها للحركه الرياضيه لا يندرج تحتها كل ما يتعلق بالفساد والمال العام. وزير الشباب والرياضه بحكم القانون 71 لسنه 2017 يقدر دلوقتي يحل اي اتحاد تثبت فيه مخالفه ماليه او يثبت تورطه في اعمال فساد، ومفيش مخالفه اداريه هتكون اكبر من 300,000 دولار، دي موجوده في الاتحاد. نتمنى انه يتقال لنا اما ان احنا ما بنقولش الحقيقه، او ان المخالفه موجوده بس يتقال لنا سببها ايه، وازاي يتم محاسبه مجلس اداره اتحاد الكره عن هذه المخالفه. طب واذا كان صاحب الشان اللي هيراقبك هو صاحب القرار، يبقى للمزيد من الشفافيه صاحب الشان اللي هيراقبني هو صاحب القرار يطلع يعلن ده بشكل واضح. إذا كنا بنتحدث عن مستوى شفاف وعن أداء نزيه، إذا كان اتحاد الكرة راحت له تعليمة من السيد وزير الشباب والرياضة بصرف هذا المبلغ، يتقال تم صرف هذا المبلغ بسبب 1 2 3، وساعتها نقول ذكرت في حقوق بقية الأندية. أنت متخيل الاتحاد المصري لكرة القدم أن يروح يبعت في نادي مصري مشارك في البطولة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيقول له النادي الفلاني ده مخالف ومؤيد لعيب غلط؟ متخيل؟ شوف الموقفين، شوف اتحاد كرة اليد بيعمل ايه واتحاد كرة القدم، وشوف اتحاد الكرة بيعمل ايه. هذا يتربص بيك عشان يقصيك، والاخر يداري عليك ويدعمك عشان يدعمك على حساب بقية الاندية. انت 300,000 دولار دول لو كانوا جايين من الفيفا يبقى انت خدت فلوس اديتها لنادي تاني.
بالظبط. لو مش من فلوس الفيفا لازم يبقى في وقفه وحساب، او يطلع الوزير يقول انا هعتبرها دي اعانه وانا مسؤول ان انا اعوض بقيه الانديه بهذا القدر. اذا السكوت مش هتلاقي اجابات يا استاذ شراكه في فيما حدث. السكوت شراكه، لانه اما ان احنا ما بنقولش الحقيقه ومستعدين نعتذر جدا، واما ان الاتحاد خالف بهذه القيمه فلازم أن يتحاسب، او جات له تعليمه كما يدعي البعض، فمن الشفافيه اتقال ان هو ما خالفش من دماغه، ده جات له تعليمه، او الفلوس موجوده وهو غض الطرف عن حقوق بقيه الانديه فمن حقها تطالب بفلوسها. بالمناسبه دي فلوسها اللي قيل ان ديت عن حصه مشاركات لاعبي الانديه في كاس العالم، انه الفيفا باعت، الفيفا ما بعتش حاجه لسه، لكن بافتراض انه بعت يبقى فين حقوق الاهلي وبقيه الانديه؟ ما بعتش الديت ده ازاي؟ خاصه ان انت بتدفع فلوس نظير السكوت او نظير القفز على اخطاء اداريه موجوده. انت مش دافع فلوس اعانه لظرف طبيعي او لا قدر الله كارثه حصلت. انت دافع فلوس كاتحاد كوره عشان تداري على اخطاء جسيمه ومخالفات قانونيه صريحه حدثت. فاذا كنت انت عندك هذه القدره ان انت تتحمل من المال العام ومش عايز حد يقول لي ده مال اتحاد الكوره، اصله ما بياخدش اعانه من الدوله، ما هو جزء من عوائد اتحاد الكوره نظير رعايه حقوق عامه، فلما بتستثمر في الاصل العام بينجم عنه مال عام. استثماراتك في شان كره القدم ورعايه حقوقها بينتج عنه فلوس لاتحاد الكوره، فده مال عام. فنتمنى اما ان الوزاره ترد او الاتحاد الكوره ينفينا وساعتها مستعدين نعتذر، لكن بهذا الشكل المخالفه كبيره جدا والسكوت عليها جزء من الجريمه فيها. بمناسبه اتحاد الكوره، المدير الفني للمنتخب اجيري بيتمسك، ده جريده الوطن، بيتمسك باستبعاد وليد سليمان واحمد فتحي واعضاء في الجهاز الفني، وبيقولوا وليد افضل من الشحات. دي رؤيه فنيه للمكسيكي خفير اجيري المدير الفني للفراعنه، وقال ان الاثنين شاركوا احمد فتحي ووليد سليمان بشكل كبير جدا واسهامهم كان كبير في تاهيل الاهلي للمباراه النهائيه، وقال هناك حاله من الغضب والانتقادات نتيجه عدم الاستعانه بهما، ده حسب جريده الوطن، وان وليد سليمان افضل من حسين الشحات المحترف في العين والذي لم يستغل فرصه المشاركه اساسيا في المباراه الاخيره. في المقابل بحسب الوطن يرى أجيري أن سليمان وفتحي أعمارهما السنية لا تسمح لهما بالوجود في المنتخب، خاصة أنه يتبع سياسة انخفاض معدل الأعمار للاعبي المنتخب، إلا أنه وعد باستمرار مراقبتهما خلال المباريات القادمة. وهنا عايزين هو بيراقبهم، يعني يمكن ما يحسبش الأجازات في سنهم ينخفض، يعني المراقبة كيف يكون اعتراضه على السن؟ وبعدين يقول لك بيراقبهم عايزهم يعملوا إيه يعني؟ يعملوا ايه اكتر من اللي بيحصل في الملعب يعني؟ ازاي ينخفض سنهم يعني؟ ما هل ده احتمال ان ممكن تسمع جمله العبره بالعطاء مش بالسن؟ يعني ما مدربين الكره جننوك الحقيقه. لما لا يعني لما كل حاجه ليها كل حاجه ليها مبرر، كل حاجه ليها مبرر. اما تيجي تكلمه على السن يقول لك العبره بالعطاء. اما يحصل عطاء لا، اصل انا باصص للسن، فمش يعني لن تستطيع معهم صبرا. لن تستطيع معهم صبرا. هو بالمناسبه المحمدي عنده كم سنة؟ برضه طلع فوق ال 30، 30 31. يعني العبرة بالعطاء هنا. ايوه. هنا العبرة بالعطاء، ومفيش مانع ان يبقى العبرة بالعطاء وانت محتاج له. هو انت مش محتاج لعنصر خبرة، مش محتاج لكابتن، مش محتاج لواحد يبث روح غير تقليدية للفريق. كل مرة عايزين يعينوا حد من النادي الاهلي يبقى في سبب من الاسباب يعني. وما هياش بقى محمد مواليد 87، يعني 31 سنه. 7 سبتمبر 81. طيب محمود المخبزي بيقول وليد سليمان 9 سبتمبر. وليد سليمان 33؟ اه بس المحمدي ما بيحسبوش الاجازات. طويل شويه. لا هو العبره انك ما تقوليش سنك كام. ايوه. مجهودك ايه في الملعب؟ آه. وبعدين انت ممكن تبقى عايز مني نص ساعة اخلص لك الليلة كلها. ماذا؟ يعني ما يلا. طيب بمناسبة المنتخب كمان تقرر رسميا تعيين المهندس إيهاب لهيطة او إعادة تعيينه مديرا لجهاز المنتخب.
قبل مواجهة تونس المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. هو الحقيقة موضوع هبل هيطم الأول مثير للضحك. هم بيعتبروا هبل هيطم مسؤول على الفوضى اللي كانت في روسيا إطلاقا. هبل هيطم ده مدير إداري. أيوه. إيه علاقته بإن الفرقة وانضباط الفرقة وأداء الفرقة يعني ده كلام يتقال لما يكونوا بيدوروا على حد يشيل الليل. إنما هبل هيطم ملوش ذنب في اللي حصل يعني. لا الحقيقة يعني عقلية وكفاءة إدارية يستحق ان هو يكون موجود بالزبط. يعني انت محتاج له في الناحيه دي خلاص. ما تشيلوش حاجه مش بتاعته. المهندس هاني ابو ريده عقد اجتماع النهارده مع ايهاب لهيطه، اتفق معاه على كل خطوط العمل في المرحله اللي جايه، واعرب المهندس ايهاب لهيطه عن سعادته بالعوده مجددا لمهام العمل مع المنتخب. طيب نتيجه كل اللي حاصل ده لازم يبقى في تأجيلات كتيرة للأهلي في الدوري. حتة مشكلة الدوري فيه خطر ده. عدد كبير من المؤجلات. المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لما الناس بتقول له بتأجل للأهلي واشمعنى الأهلي، قال لهم مين قال لكم المؤجلات ميزة للأهلي؟ المؤجلات مشكلة حقيقية. نسمع رأي المهندس عامر حسين. يعني اللي كانوا فاهمين انه دي ميزه للنادي الاهلي وانه بيريحوا ماتشات للاهلي، المهندس عامر حسين شايف انه مع كل الماتشات الكتيره اللي متاجله انت في فتره معينه هتضطر تاديها بشكل مضغوط وهتاديها بينما بقيه المنافسين هيكونوا سبقوا ببنط كبير، فهتضطر تضغط نفسك وتلعب تحت ضغط عشان تعوض الفرق الكبير. مؤكد طبعا. طيب بمناسبه المنتخب، فاجئنا الكابتن رابح سعدان. رابح سعدان المدير الفني للمنتخب الجزائري، واحد من اللي مسكوا منتخب الجزائر لفتره طويله. ظهر في حوار، وده اللي المفروض الاتحاد المصري، صحيح ان الكابتن سمير زاهر عليه رحمه الله لانه كان رئيس اتحاد الكره وقتها، وقت خوض منتخب مصر كاس الامم 2010 اللي فزنا بيها. البطوله كانت بعد الازمه الشهيره لمنتخب مصر مع الجزائر في ام درمان في تصفيات كاس العالم 2010. طلع رابح سعدان في مقابله مع القناه الشروق الجزائريه، قال ان هذه المباراه مخدومه، ومخدومه في اللهجه الجزائريه يعني متفوتها. ليه ماتش اللي هي مباراه مصر بقى. كسبت الجزائر 4-0 قبل نهايه ايوه اللي في كاس الامم في 2010 اللي في انجولا. فقال انا قال ان الاتحاد الجزائري عايز يجامل الاتحاد المصري عشان يحل المشاكل، فطلب مني ان انا افوت المباراه او اخدم المباراه، فبيقول ان انا رفضت لكن لقيت في الملعب المباراه مخدومه. نسمع رابع سعدان يعني وبعديها تعليق المهندس سعدان. ده الكلام ده يا اخوانا. انا رايي ان مثل هذه الامور احسن حل فيها دلوقتي لا تعليق، لان سمير زاهر في ذمه الله، المباراه بظروفها انتهت، هنخوض جدل لا طائل من وراه غير ان احنا نستحضر مشاعر الحمد لله كلنا متجاوزينها دلوقتي. بس هي للمنطق لكابتن رابح سعدان، هي المباراه كانت بعد كاس الامم او بعد مباراه ام درمان بشهرين، فعايز يقول انه كنا لازلنا متفوقين، مفيش ما حصلش فروقات فنيه تخلينا نخسر 4. لا، منتخب مصر حتى وهو بيفشل في التاهل من خلال ام درمان كان نتيجه سوء اداره الامور، مش نتيجه معيار فني ان هو كان احسن من منتخب مصر في الفتره دي، لانه منتخب مصر اللي كسب الجزائر 4 في 2010 هو منتخب مصر اللي فاز بالبطوله، وفاز في البطوله 2008 بافضل المستويات في تاريخ كاس الامم الافريقيه، وكان كسبان 2006 في القاهره. يعني انت بتتكلم على فريق واخد كاس الامم 3 مرات متتاليه، بينما المنتخب الجزائري الشقيق لم ينافس في ال3 مرات، لم ينافس مجرد منافسه في ال3 مرات. فبالتالي المعيار الفني ان منتخب مصر يكسب 4-0 كان معيار فني حقيقي وموضوعي. منتخب الجزائر بمحترفيه يتمكن من التاهل لكاس العالم كان يستحق. استغل سوء اداره منتخب مصر لبعض الامور في مباراه ام درمان
وحقق تأهل مستحق لكأس العالم في 2010. إذن هذا تأهل لكأس العالم عن جدارة، وده فاز بكأس الأمم الأفريقية عن جدارة. الاثنين لا ده يقلل من شأنه إن منتخب مصر كسب 4-0، ولا منتخب مصر كان محتاج مساعدات عشان يحقق هذا الفوز. لكن تصريح أعتقد لكن ممكن أسألك سؤال أستاذ إبراهيم، مباراة مخدومة كان كفاية 1-0 هتدي لك نفس الغرض. هو كان يوم ما فيش فيه توفيق للكرة الجزائرية بالظبط، وكان فيه توفيق جامد جدا للمنتخب المصري بدليل انه اللي كسب 2-0 قبل مودرمان في القاهرة. ايه؟ قبل مودرمان كسب 2-0. لا هي ماتشات، طب ما انت خسرت 3 في الجزائر قبليه. انما هو تقديره بقى للامور كده، ويجوز حد الله اعلم، انا اقدرش، بس انا ما احبش الكلام اللي يتقال بعد يعني بعد الاشخاص. هو السيد محمد راوراو يزال موجود على راس الكره يعني الجزائريه، وكان رئيس الاتحاد وقتها. ما اظنش ان راوراو تحت اي ظرف من ظروف هيقول لهم اخسروا 4 ابدا يعني. صحيح. طيب الكاف بقى بيبدا في تدريب الحكام على استخدام تقنيه الفيديو في المباراه النهائيه للاهلي والترجي، وموقع الكاف نشر صورا للحكام وهم بيتدربوا على تقنيه الفار تمهيدا لاستخدامها ان شاء الله في مباراتي الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال، والرجاء وفيتا كلاب في نهائي الكونفدراليه. ممكن تحسم المشاكل، وممكن تعمل مشاكل مادام في عنصر. هو في الاخر مين اللي بيعمل الفار؟ البشر. هي بس انت بتاجل المشكله. يعني ممكن وهي بتعالج مشكله يخلق لك مشكله. انا يعني مش انا التحكيم ضمير اكتر من انه حاجه تانية. يعني انت في ماتش بتاع الوصل ما في ضربه جزاء للنادي الاهلي، ما اتحسبتش، وضحت كل الوضوح. ما اتحسبتش، فالفار كان هيدي لك الحق، كان ممكن الفار ترجع له يقول لك لا برضه تلاقيه ظهر. في الاخر يا استاذ ابراهيم، هي العنصر البشري هو الذي يحدد الامور. عندما يستقيم العنصر البشري تستقيم كافه الامور. عجبني تعليق او تويتر للكابتن محسن صالح، قال ان هو حتى الخطوط الوهميه اللي بتترسم في البيرو في استوديوهات التحليل بتتلعب فيها، قال هي مش تقنيه، هي في النهايه في عنصر بشري هو اللي بيعمله، بيعوجه كده وبيعوجه كده، فمليمترات ممكن تطلع ده حد اوفسايد وتطلع حد مش اوفسايد. وانا ضد فكره اهو دي بقى بالذات في الاوفسايد، انا ضد فكره ان انا اقعد ارسم خطوط واقول لك الدراع مايل، هو الحكم ما عندوش الرفاهيه دي الا اذا كنت هتلجا للفار ساعتها وتلغي له، ده موضوع تاني. انما يعني في الاخر عندما يكون الامر متعلق بالقرار البشري لا ينقذك منه الا الضمير. لكن ما حدث بالامس كانت هناك جمله اعتراضيه، وكانت ايضا هناك اذهان مشغوله. ايه اللي حصل امبارح نشوفه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. جمله اعتراضيه واذهان مشغوله، ده اللي حصل امبارح في ملعب برج العرب. لكن خلينا اقول لكم انه بكره ان شاء الله الانتخابات التكميليه في اتحاد الكوره المفروضه باستقاله الاستاذ حازم الهواري والدكتوره سحر الهواري، المقعدين عليهم انتخابات بكره. على مقعد الرجاله بيتنافس احمد شوبير وعاصم مرشد رئيس نادي مركز شبابكم حماده، الاثنين بيتنافسوا على مقعد واحد، بالاضافه الى مقعد المراه اللي خلى باستقاله الدكتوره سحر الهواري بتتنافس عليه دينا الرفاعي وشيماء منصور، وانسحبت صفيه عبد الدايم. بكره يستكمل مجلس الاداره تشكيله ويبدا مرحله فيما يبدو هتشهد بعض الترتيبات، لانه كما هو ظاهر الكابتن احمد شوبير ناوي يترشح داخل الجلسه لمقعد نائب الرئيس. هنشوف الامور هتمشي ازاي خلال الفتره اللي جايه في اتحاد الكوره. ايه اللي حصل امبارح في ماتش الوصل؟ اولا الناس كلها عماله تتكلم على نادي الوصل من منظور ترتيبه في جدول
الدوري الإماراتي. الدوري الإماراتي. متناسين نادي الوصل ده أحد أهم الأندية في الإمارات. وإذا كان يشهد وعكة في الإمارات هذا ليس معناه إنه يعني النهارده لما تيجي هل الاتحاد السكندري النهارده النادي يتعمل له حساب ولا لا؟ النادي المصري النادي يتعمل له حساب ولا لا؟ أندية الإسماعيلي يتعمل له حساب ولا لا؟ فمحدش بيبص لجدول الدوري عشان يقيم الأندية. إنما أنت وأنت بتلعب هذه المسابقة مؤكد إن دي مش أولويتك، وقلنا الكلام ده 10 مرات. هتيجي تقول لي ما هو ابتدى بنص تشكيل الفريق الأساسي. في لعيبة هو عايز يجهزها، مش عايز يبعدها عن المشهد قوي. يعني أنت عندك السولية لسه راجع بقاله فترة، وجيزة محتاج ماتشات. كذلك حسام عاشور. أنت محتاج لبعض الناس تلعب. وفي ناس انت مطمئن لمراكزها اللي مفيش في خلاف عليها. يعني انت وليد ازارو ووليد سليمان مفيش خلاف طبعا. فانت مؤكد مباراه الامس الكل وهو بيلعبها كان بيعتبرها ان مباراه مهمه. انت مش معنى كده انك نازل مستخف بالمباراه، لكن غصب عنك وعن اللعيبه وهم بيلعبوا ذهنهم مشغول بمباراه الترجي، لان الترجي هو الحلم، هو اللي بيترتب عليه كثير من الامور. تروح كاس العالم للانديه، ترتيبك في البطولات العالميه بيدعم، هو الاساس. هو الاساس. وزائد ان طبعا ضاع منك فرص كتير امبارح، مقابل ان في فرص الجون الاولاني من اغرب الاهداف اللي شفتها في حياتي. اللاعب لعبها في راسه، في ركبته، في راس اكرامي، جون. يعني كوره عجيبه جدا. هي شقت الجون الثاني حلو قوي اللي جابوه، صريح. جون حلو. يعني ومشي في غابه من الثقال، لكن عرف يخترق المساحات. المباراه في مجملها ما تشعرش بالاهلي في سعيه الجد قوي، او ان هو يعني حاططها في اولوياته. بالنسبه هتقول لي ما يصحش يلعب في بطوله الا مدي فول باور، هقول لك لكن ظروف النادي الاهلي بالطريقه اللي هو بيخوض بيها المسابقات، رغم انفه انه احيانا تسقط منه مباريات من ناحيه الحماسيه والفنيه حتى على مستوى اداره المباراه، وارد جدا. لان مش معقول انت بتخش من الاجواء وتخرج منها بالسهوله دي. مش جوانتيات بتتقلع وتتلبس، ده بشر بتعدهم بطريقه معينه وهم نفسهم بمعدهم هذا الاستعداد. لكن هي فرصه انك برضو حتى تتعرف على نقاط الضعف اللي عندك، لان مش هينفع ان يبقى الرخاوه بتاعت خط الوسط ان ياخد المهاجمين ويخش بيهم على منطقه جزاء الاهلي بالمنظر ده. كانت واضحه جدا، الخلل كان في منطقه الرقابه في منطقه الوسط. يعني الرقابه اللي هي متقدمه كان فيها خلل. اذا مثلما لم يخلق الله قلبين للانسان في جوف، لم يخلق ايضا عقلين للانسان في راس واحده. دي فكره ترتيب الاولويات. الانسان عنده دماغ واحده، ودليل الكلام بتاع المهندس عادل القيعي انه المساله تحتاج الى الاولويات. انت تركيزك الاساسي فين؟ دماغك ما فيهاش عقلين. والترجي خير مثال. الترجي اللي بيلعب نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا وواحد من اشداء القاره، خرج في البطوله العربيه امام الاتحاد السكندري لانه كان مشغول بترتيبات اخرى ايضا. كان عنده المباراه مع بطل انجولا في مباراه ايضا كانت صعبه بالنسبه له وتجاوزها بصعوبه شديده. لكن اللي حاصل انه المساله تحتاج ترتيب اولويات. الترجي دفع الثمن عربيا وخرج امام الاتحاد السكندري لانه ما قدرش ينسحب من البطوله العربيه وما قدرش يوازي في التفكير والتركيز بين البطولتين، لانه ده صعب جدا. طبعا ناس كتيره ومعاها الحق بتتكلم في جزئيه لا الجهاز كان لازم يبقى دول لعيبه ودول لعيبه. المساله مش بالشكل النظري ده، لانه
مفيش قايمة كاملة هتخوض البطولة العربية وقايمة كاملة هتجهز للبطولة الأفريقية. كل اللعيبة اللي كانت تقريبا كل اللعيبة اللي كانت في الملعب امبارح عندها فرص أساسية أو شبه أساسية للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا والسفر لكأس العالم للأندية. الجهاز الفني نفسه عنده ترتيباته، عنده انشغالاته. البطولة العربية مهمة في سياقها؟ اه مهمة في سياقها. مهمة في جوائزها المالية على صعيد التفكير الاحترافي؟ اه مهمة. لكن في هذا التوقيت هلعب امبارح وهلعب الجمعة، المسافات البينية قصيرة جدا. ناهيك على انه في لعيبة عندها مخاوف من الإصابة، في لعيبة خايفة من الإجهاد، في لعيبة ذهنها مشغول بالترتيب للمباراة الجاية، حتى الجهاز الفني. احنا شفنا كارتيرون بعد الماتش يا باشمهندس لما سئل في المؤتمر الصحفي على مشاركة الشناوي قال ما هو انتوا بتتكلموا دلوقتي لانه بعد المباراة بعد ما شكى من إصابة، لكن قبل المباراة هو ما كانش مصاب. هو شوف يا استاذ ابراهيم كمان مش عايزين نغفل الطرف الاخر. اه طبعا انك تركيزه اعلى منك بكتير. لا هو دوافعه اكتر منك. اه هو وتركيزه في الملعب التركيز احسن. الدوافع بتدي التركيز يا استاذ ابراهيم. الدوافع بتؤدي الى التركيز، بتؤدي الى الطموحات اللي داخل الملعب. هو الوصل شاعر ان مكانته في الدوري لا تليق، وشايف ان طوق النجاح بدليل انه غير مدربه، جاي لك بمدرب جديد، فشايف ان طوق النجاح انه يعمل مباراه طيبه امام النادي الاهلي. فالدوافع هنا مختلفه عن الدوافع هنا. واستطاع ان يؤدي مباراه معقوله وكويسه. و يعني كمان الوصل لسه عبد المنعم لسه مفكرني، الوصل مخرج اتحاد جده، يعني تعادل معاه في جده 1-1 وتعادل معاه في دبي مثلا مثلا. اه يعني يعني هو مش النادي يعني اللي يعمل مفاجاه، لكن انت حظوظك ما زالت موجوده، اي فوز يوصلك يعني. انما مش كل ده، مش هو ده، مش الاهلي ليس منشغلا الان بالاستمرار قوي في بطوله بخلاف الفوز الافريقي. نرجو ان ده اللي يكون هو الشغل الشاغل، ونرجو ان ده يكون سبب حقيقي. ما برضه ما هو يجوز انت برضه يعني مش عايز اقول استهلكت ولا ايه يعني. صحيح. يعني لكن في كل الاحوال انت جيت من الجزائر دخلت على اجواء مباراه الوصل مباشره الوصل على تونس، ما خرجتش انت، دخلت في جو الترجي وانت في برج العرب بس. فيعني باذن الله يكون الاهلي تركيزه وجاهزيته لمباراه الترجي مختلف باذن الله ان شاء الله. زائد حتى جمهورك. طب انت بتتكلم ليه على الجهاز الفني واللعيب؟ هل ده جمهور مهتم؟ لا طبعا. يعني اهتمام الجمهور في البطولتين واضح. صحيح، واضح جدا. انت النهارده ما تشوف طول ما احنا ماشيين ناس بتكلمك على التذاكر. ايوه. في حين الملعب يكاد يكون شبه فاضي. ايوه. فالناس كلها صدرت الاحساس ده للاعيب. الدماغ كلها دماغ طبيعي. انت كمواطن ليه يعني انت ليه بتعتبر اللعيب ده روبوت او انسان آلي؟ يعني انت ليه من حقك تفكر انت وتحط اولوياتك انت وتحكم مشاعرك انت وهو ما يتاثرش بكل ده؟ كل المطلوب ان اللاعب رقم واحد يكون مش موجود في الملعب وبس، على وسائل التواصل الاجتماعي جمهورنا يبدا من هذه يصنع الصفحات. المناخ يصنع المناخ يصنع المناخ اللي فيه تحفيز ودعم وفي ثقه. صحيح. اه طيب نشوف بقى مباراه الذهن الشارد شافتها الجرايد ازاي. الاهرام المسائي: الاهلي ينجو من كمين الامبراطور، تعادل مع الوصل الاماراتي 2-2 في ذهاب دور 16 ومروان ينقذ الموقف. المسا قالت عملها مروان قبل فوات الاوان. الاهلي يتعادل مع الوصل الاماراتي في الوقت القاتل بكاس زايد العربيه. الاهرام كان عنوانها الاهلي يتعادل مع الوصل 2-2 في ذهاب دور 16 للبطوله العربيه. غياب التركيز عن لعيب الاحمر وجهازهم الفني والهجمات المرتده سلاح تفوق بطل الامارات. الأخبار: الأهلي يفقد ذاكرته الكروية ويتعادل مع الوصل 2-2 في البطولة العربية. الفريق الإماراتي يهدر الفوز في الدقيقة الأخيرة وعلامات استفهام على أداء المارد الأحمر. الأخبار المسائي: الشياطين يفلت من الوصل، الأحمر يتعادل مع الفريق الإماراتي في الوقت القاتل بكأس زايد. هذه المباراة شهدت التغاضي عن ضربة جزاء ما يختلفش عليها اتنين.
لكن لما نشوف رأي الخبير التحكيمي في قناة أبو ظبي الرياضية، أو هنشوف الأول التحليل الفني وبعد كده هنشوف الواقع التحكيمية الواضحة جدا. نبدأ في التحليل الفني بالكابتن فهد خميس في قناة أبو ظبي الرياضية. يعني تفسيره وأنا معاه، يعني أنت لما تيجي تقول للناس كده ما شافتش المباراة، الوصل يتعادل 2-2 مع الأهلي أو الأهلي يتعادل 2-2 مع الوصل في برج العرب، الناس الوصلويون هيبقوا سعداء جدا. لكن سياق المباراة بيقول إن خلاص دي آخر كورة في المباراة، ما اتلعبتش غيرها يعني. فهي طبعا بطعم الهزيمة ما فيش شك، وأعادت الحياة للنادي. تخيل الأهلي لو كان خسر 2-1 يبقى عايز يكسب هناك كام؟ 2-0 2-0 أو 3-1 واخد بالك؟ لازم يكسب فرق جولين، وده مسألة مش سهلة طبعا. لكن دلوقتي أي مكسب يصعد. أو أي تعادل فوق 2-2 يصعد الأهلي. فهل ده ممكن؟ ممكن. هل ده شاغل دماغ الأهلي دلوقتي؟ بقول لك لا، من دلوقتي مش شاغل دماغ حد النهاردة. دي مباراة هتتلعب في دبي يوم 23 نوفمبر 22 نوفمبر. هيكون الأهلي بإذن الله فرغ من البطولة الأفريقية، لأنه العودة 9 نوفمبر، هيلعب 2 و9 نوفمبر، عنده فترة كافية لتجهيز فرقة بشكل جيد، عنده هيكون خاض عدد من المباريات المحلية في الدوري، ويسافر بإذن الله بفريق مكتمل القوة علشان بإذن الله تعالى يتدارك المسألة. والفترة دي بالذات هتبقى فيها فترة توقف لمعسكر المنتخب، فنتمنى إن شاء الله في خلال هذه الفترة خلاص الناس ما تقلقش، الأهلي عنده فرصة العودة للمنافسة العربية تاني بإذن الله تعالى. وزي ما أجل المواجهة بتاعة النجم اللبناني لحين وقتها، هيأجل مواجهة الوصل الإماراتي أيضا لحين وقتها. نشوف الكابتن خالد بيومي أيضا في قناة أبو ظبي الرياضية، عنده دايما وأبدا تقدير لمستوى الأهلي وقدرات الأهلي. نشوف بعد هذه المباراة كيف رأى ما حدث. يعني الكابتن خالد بيومي هو بيأكد على أنه كل الأطراف كانت مشغولة بمباراة الترجي، الكل كان بيفكر في الترجي، الكل كان عنده تركيز في المباراة اللي جاية، لكن ده لا ينفي أبدا أنه الوصل قدم مباراة محترمة جدا، أنه منافس كان عند درجة عالية جدا من الجاهزية ومن الاستعداد ومن التركيز ومن الدوافع. ويمكن تغيير الجهاز الفني واستغناءه عن مدربه الارجنتيني وتولي ادى مدرب وطني جديد، ادى دوافع جديده وبث في الفريق روح جديده، وبيواجه الاهلي وعارف ان الاهلي قد ايه مشغول بالمباراه الاخرى الافريقيه، فبالتالي هو بيستغل الموقف وبيستثمر الفرصه وعبر عنها افضل تعبير وقدم نموذج محترم جدا للكره الاماراتيه. طيب كابتن خالد بيومي شاف انه كارتيرون ما شافش الوصل، ما قراش الوصل، معلوماته عنه مش كافيه، هل ده فعلا حدث ولا لا؟ نشوف انطباعات كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد هذه المباراه. هو نفس كارتيرون اشار الى الانشغال بمباراه الترجي يعني، وكان يعني، لكن انا ببقى مشفق قوي على المديرين الفنيين لما يبقوا طالعين عشان يبرروا. بتبقى محدش مستني منهم ولا هيقتنع الناس باي كلام يتقال، الكلام اللي يتقال خلاص هي دي مباراه ما ادهاش الاهلي بالاهتمام الواجب. مش عايزه مناقشه ان الاهلي لعيبته في الملعب مهما حكيت لها وقلت لها عن اهميه المباراه ان ده كان اداء الاهلي، ما فيش اي نوع من انواع الضغط في نص الملعب. مفيش ضغط خالص، أكبر الناس تتناقل بسلاسة، بدليل ان اكتر من كرة ترجع من دفاعات الاهلي وحارس مرمى تجد حد بيقابلها ويشوطها، يعني احمد علاء شايل واحدة من على الخط وجات التانية جون من الناحية التانية. فطبعا لا في ضغط ولا في تركيز، يعني حتى الفرص اللي جت ما هو بالضغط شريف اكتر من فرصة. بص ابراهيم، التركيز هو ده، مفيش ضغط لان مفيش تركيز، ما فيش اهتمام لان ما فيش تركيز. الاثنين مرتبطين ببعض، مرتبطين ان انت بتأدي المباراه متهيئ لك
الخروج باي نتيجه منها ويحلها الحلال بعدين. انت جبت جون في الشوط الاولاني تصورت نخرج 1-0 اهي ماشي. كان في ضربه جزاء كان ممكن تخليهم 2-0 والاوضاع تختلف. ما حصلش. كمان ما هو التوفيق احيانا يبقى ضدك في كل شيء. والفترة الأخرانية التحكيم ماشي معاك في مفيش مباراة بتاخد حقك فيها. في كل الأحوال ده كلام كارتيرون. طب العبدولي بقى بيشوف إيه؟ شوف أي إماراتي لما بيتكلم لازم تشعر عنده الحب الصادق لمصر. الحب الحقيقي بجد. التقدير كمان يا أستاذ إبراهيم. يعني يتجاوز الرياضة يقول لك علمونا المصريين علمونا يعني ايه التواضع والجمال والرقي ده. هو ما طلعش بقى اتمرجح بالنتيجة واللعيبة نفذت التعليمات واحنا فقدنا المباراة. هو يعني حسن العبدولي تبدو روحه أهلوية جدا ومقدر الأهلي وبيتمنى للأهلي التوفيق في مباراة الترجي. وقال جملة حتى قال هي دي الكورة كتير لما بتخليك تلعب ضد النادي اللي انت بتحبه. يعني حتى هو شايف انه شايف نفسه بيواجه الاهلي اللي هو بيحبه. ولما اتكلم حتى على شعبيه الاهلي في الامارات قال ما شاء الله يعني حتى كل المصريين اللي هناك حتى بما فيهم الزملكاويه في المباريات اللي الاهلي بيشارك فيها بيشارك ضد الانديه ان هيشجعوا الاهلي في الكل العرض. بيتحد مع بعضه. لكن هو حتى نفسه كابتن حسن العبدولي عنده حب كبير جدا لمصر شان كل الاشقاء الاماراتيين الحقيقه. هي دي الرياضه وهي دي الاهداف الحقيقيه بقى للبطوله العربيه، ان هي تزيد اللحمه العربيه وتقوي فعلا العلاقات بين الشباب العربي. ده الهدف الاساسي. هو لو صارت من الامور في الرياضه كده حد هيتضايق من الهزيمه اطلاقا؟ هو الناس بتتضايق من المعايره ومن المكابره ومن بالظبط وعلمت عليك ومش لكن الرياضه فيها تنافس. الرياضه مش كل يوم على نفس الحال يعني. طيب الاهلي وهو متقدم 1-0 الحكم التونسي تغاضى عن ضربه جزاء احنا شايفينها صحيحه 100%. فهل يراها خبراء التحكيم في استوديو ابو ظبي الرياضيه وهم اماراتيون هي كده فعلا ولا لا؟ نشوف. وخلونا هنا نحيي ونثمن ونقدر استوديو ابو ظبي الرياضيه، لانه حتى وهو بيحلل التحليل واضح جدا في اثبات الخطا اللي حدث ووجوب احتساب ضربه جزاء للنادي الاهلي بمنتهى الوضوح. الكلام كان واضح لا لبس فيه. فخلينا نحيي هذه الامانه والموضوعيه والمهنيه اللي كانت موجوده. كمان كان في تحليل تحكيمي لهدف الاهلي الثاني امام الوسط، نشوف شافوه ازاي. يعني حتى في ده يا باشمهندس هو قال لك لا مفيش خطأ. ده بيرد على السخافات اللي بيتصيد بها البعض أي أخطاء للنادي الأهلي. الكرة دي اتنين نطوا مع بعض في الهواء، تمكن المدافع من لعبها بالفعل ونزل اختل توازنه، قد يكون في تلامس لكن ملوش علاقة بالفاول، والا كان احتسبها الحكم. يعني دي كانت اخر كوره في المباراه. ايوه. فكونها تسفر عن هدف ده نكد على البعض اللي هنا اللي كان مستني يعني الاهلي يخسر يزيد يزيد من التحفيل يعني. فانا زي ما انت بتحيي الاستوديو التحليلي، الحقيقه ناس في منتهى الموضوعيه، ناس والرقي وناس في الاخر بيتكلموا في الكوره ما لهمش دعوه باي حسابات اخرى. بالظبط. طيب نتائج ذهاب دور ال 16، الاهلي والوصل الاماراتي 2-2، الزمالك كان كسب الاتحاد السكندري 1-0، الوداد في ملعبه في المغرب اتعادل مع النجم الساحلي 0-0، اهلي جده كسب وفاء سطيف 1-0 في الجزائر، الهلال السعودي مع نفط العراق 4-0، و اهو مثلا الاسماعيلي نتوقف. الاسماعيلي مع الرجاء المغربي 0-0. تعال النصر السعودي مع مولوديه الجزائر هتبقى يوم 6 نوفمبر، والمريخ السوداني مع اتحاد العاصمه الجزائري هتبقى يوم 20 نوفمبر. تعال نتوقف قدام مباراه وفاق الصيف
مع أهلي جدة. أهلي جدة خسران بنتيجة ثقيلة جدا من الاتفاق قبل أسبوع. أيوه. هو ده اللي بيحصل. فأنت وأنت بتلعب المباراة في ذهنك النتائج مؤكد إن وفاق السيف تصور إن الأهلي لقمة سائغة. فتتحقق مثل هذه النتائج كرة القدم. يعني أحيانا عايز تقول إن الإعلام بيورط الفرق، ممكن يروج زي ما تم الترويج ربما عن عمد أو غير عمد إن الوصل في مؤخرة الدوري الإماراتي والوصل منهار والوصل نازل والوصل هابط، وفوجئنا بمستوى مختلف. كرة القدم إذا لم تحترم المنافس تتعرض للعقوبة، تنال ما تستحق، تتعرض للعقوبة. لأن الكرة مش اللعبة العادلة قوي، هي لعبة الفرص. أيوه. اللي بيوفق فيها هو اللي بيكسب. وقد يكون التوفيق بحكم، قد يكون التوفيق بحامل راية، قد يكون التوفيق نتيجة قد يكون التوفيق بأي لاعب يعني يجي له كرة مش في الحسبان. هو جون اللي جه في الأهلي ازاي؟ الكرة قلشت من المهاجم من دماغه لركبته، لمست راس اكرامي جون غريب جدا، يعني يمكن لو راحت بشكل مباشر يجوز اكرامي كان قدر يتعامل معاه، انما الدربكه اللي حصلت دي خلت الحسابات تختلف. فانت التوفيق مهم جدا جدا جدا، وده تملي اللي انا بقوله لك يا استاذ ابراهيم. مفيش حاجه اسمها مباراه سهله مباراه عايز صعبة. اصحح بس خطا شائع بيتردد في بعض الناس. الناس بتقول لك سوء توفيق. مفيش سوء توفيق، التوفيق هو في سوء حظ، عدم توفيق. ايوه التوفيق يا موجود يا مش موجود، لكن تركيبه سوء توفيق مش صحيحه. في لحظات الحسم يظهر اللاعب رقم واحد، ولا بد وان يظهر يوم الجمعه ان شاء الله بعد الفصل. في لحظات الحسم يظهر اللاعب رقم واحد. مين اللاعب رقم واحد؟ مين الـ الشخص اللي تستدعيه او الكيان الذي تستدعيه لما تحتاج انك انت تستنفر كل طاقتك وقوتك يا استاذ ابراهيم؟ لما تحتاج القوه المضافه. القوه المضافه. هو احسن جمهور من زمان لما غنى مهما تلف مهما تدور، جمهور الاهلي احسن جمهور. ما كانوش بيقولوها بس في المدرجات، ده اتقالت على منصات التتويج مع الاتحاد الافريقي، وكان جمهور الاهلي هو الجمهور المصري الوحيد الذي نال وسام احسن جمهور في افريقيا. عشان كده زي ما المهندس عدلي قال، وقت الجد ما بتستدعيش اي حد، بتستدعي اللي يقدر فعلا يمثل بالنسبه لك. لما تيجي نستدعي الاستاذ محمد مرجان الاول وفي اللحظه دي برضه ما بنستدعيش اي حد، بنستدعي حد مسؤول عن تنظيم الاهلي لهذه المباراه الكبيره جدا. والحقيقه الترمومتر فاعل بقوه شديده في الفتره الاخيره، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. سياده العميد اهلا بيك. يا استاذ ابراهيم اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن عدلي مساء الكل عليك. ازاي يا كابتن؟ الله يخليك يا غالي. ربنا انت تقريبا المطلوب الاول دلوقتي، كل الجمهور انت راجل امن صحيح دلوقتي كل الناس كل هدفها الاقبال على المباراه، ما شاء الله احساس جمهور الاهلي باهميه الحضور عالي جدا. عايزين نعرف منك الناس تحضر المباراه ازاي وتقدر تاخد تذكره ازاي. طيب ان شاء الله باذن الله احنا فتحنا الحجز الالكتروني، واحنا عندنا اللي من لهم حق في الحجز الالكتروني 28800، دول اللي معاهم بين اللي حاملين البطاقه الاهلاوي واللي معاهم الوصل اللي هم اللي دخلوا الاشتراك جديد، فدول عددهم 28800. ابتدى الحجز فعلا من الساعه 3، كان في مشاكل طبعا في السيستم ان الضغط غير عادي. بعتنا المهندس كمان محسن المسؤول عن الحاسب الالي عندنا قاعد في الشركه هناك، ابتدى يديني دلوقتي تقارير اللي فيه ابتدت الحجوزات تشتغل. احنا فتحنا الحجز على كل مستوى كل المحافظات، من حق اي حد له الحق اللي هو يخش على الاونلاين يحجز، بيدفع في منفذ اللي موجود اقرب منفذ عنده وبيستلم الاتصال، بس هيستلم التذكره من المنافذ في القاهره الكبرى او في اسكندريه على حسب ما هو يحدد مع الشركه المسؤوله عن هذا الكلام. ده بالنسبه للجماهير اللي هتحجز عن طريق الاونلاين. ان شاء الله بالنسبه لاعضاء يعني يدخل يا سياده العميد، يدخل على موقع النادي ويحجز
هم عارفين في محافظته بس يستلم يعمل القاهره من اسكندريه. تمام بيحجز في محافظته وبيدفع الفلوس عنده في محافظته، ده توفيرا وتسهيلا في اي مكتب فوري مش كده؟ اي مركز فوري، ولكن هيستلم في مركز فوري يا اما في القاهره الكبرى يا اما في اسكندريه ان شاء الله اتكل اما هو الاقرب له ان شاء الله باذن الله، ده تسهيلا للجماهير بالنسبه للمحافظات كلها. تمام. عشان يبقى في مبدا العداله لكل الناس ان شاء الله. المخصص بيعه، المخصص بيعه من خلال هذا السيستم قد ايه؟ احنا طرحين 30,000 هو 30. المفروض اللي لهم حق 28,000 طبعا اللي موجود الزياده ده هيبتدي الفاضل من المتبقي من التذاكر هيطرح لاعضاء الجمعيه العموميه على مستوى الثلاث فروع. يمكن النهارده في الاجتماع الامني اخذنا موافقه مبدئيه اللي احنا ممكن نفتح مركز في استاد اسكندريه، لسه هناخد قرار بكره طبقا للاحتياجات اللي موجوده بالنسبه لنا، لان طبعا كل الناس عايزه تحجز تذاكر واحنا مقدرين هذا الكلام كويس. طبعا بنوجه كل الشكر لمعالي السيد وزير الداخليه على موافقته على ال 60,000 من جماهير النادي الاهلي، بنوجه الشكر لمديريه امن اسكندريه كانوا معانا في الاجتماع النهارده موجودين. يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله هتبقى مباراه الناس كلها عامله اللي عليها، يبقى اللاعب زي ما حضرتك بتقول اللاعب نمره واحد والحقيقي هو جمهور النادي الاهلي في التعاون مع الامن وفي التعاون مع الشرطه والتعاون مع امن النادي عشان خاطر تبقى مباراه باذن الله فعلا الناس كلها تضحك عنها. في برضه ان شاء الله في الاستاد هيبقى في مفاجآت لجماهيرنا ان شاء الله من الشركه الراعيه اللي النادي الاهلي باذن الله هنعلن عنها في يومها. نتمنى بس تبقى الامور ميسره للجميع ان شاء الله ومباراه تعدي على خير ونفوز النادي الاهلي. بالنسبه للجمهور الاشقاء التوانسه احنا خصصنا لهم الاولى يمين ممتاز عشان خاطر نتعامل برضه جمهور النادي الاهلي يعامل نفس المعامله بالمثل. وفي الاجتماع الفني ان شاء الله باذن الله هيخشوا برضه بالباسبور ولا بالتذاكر؟ لازم تذكره طبعا طبقا للوائح الاتحاد الافريقي لازم تذكره والباسبور، ولكن هيبقى ليهم المدرج الاولى يمين مخصص ليهم عشان خاطر لما جمهورنا يروح هناك برضه هيبقى برضه يخش في الباسبور ويستلم تذكره مجانا هناك بمعامله بالمثل عشان خاطر ده بروتوكول هيتعمل وهيبقى فيه اجتماع في التذكره المجانيه اللي هيستلمها هتبقى من غير قيمه من الجزء اللي هو بدون قيمه. ده من جزء من غير قيمه عشان خاطر يبقى نفس القصه جمهور النادي الاهلي لما يسافر تونس برضه نفس القصه هيتعامل بنفس الشيء المعامله بالمثل ان شاء الله باذن الله. سؤال بقى يا استاذ عميد، دلوقتي 28,800 مسجلين نفسهم في السيستم صح؟ تمام. هل في مجال ان حد تاني خلال الايام القادمه يسجل نفسه في السيستم ولا هيبقى صعب؟ لا في الوقت هيبقى صعب السيستم، عشان كده احنا بنقول هندرس بكره ان شاء الله بعد ما حصلنا على الموافقه الامنيه من مديريه امن اسكندريه اللي احنا ممكن نفتح منفذ للجماهير في اسكندريه في استاد اسكندريه، هندرس بكره وهناخد القرار ان شاء الله وهنعلن برضه زي ما بنقول. ما انت لو دفعت هيستلم برضه بالبطاقه. ده هيبقى بالبطاقه بقى ان شاء الله هيبقى موجود حد بيسجل البيانات وبياخد صوره البطاقه وفي نفس الوقت بيستلم التذكره بتاعته في المكان اللي هيخصص ان شاء الله للبيع وهيبقى غالبا هيبقى استاد اسكندريه ان شاء الله باذن الله. انما هنا في النادي مفيش بيع للجمهور من بره السيستم. لا مفيش بيع للجمهور هنا في النادي، اعضاء الجمعيه العموميه وهم لهم حق علينا طبعا برضه احنا متعودين على كده 50%. وهم كده كده اعضاء الجمعيه العموميه عندهم بياناتهم عندهم جماهير وهم جمهور وهم جمهور طبعا عندهم بياناتهم عندهم يعني يعني كل الناس اللي موجوده هيبقى لهم حق لشراء التذاكر لان بياناتهم مسجله عندي. الاجمالي 60,000 مش كده المسموح؟ ان شاء الله باذن الله اجمالي 60,000 باذن الله. طيب بعثه الترجي ميعادها امتى ان شاء الله؟ المفروض ان شاء الله بتوصل باذن الله يوم الخميس. كل الترتيبات هنعلن عنها بكره باذن الله، هم بعتوا لنا الجواب فان شاء الله هنعلن عنها بكره. هيوصلوا على مطار برج العرب هيبقى في استقبال رسمي ليهم، تعليمات رئيس النادي ان شاء الله باذن الله هنعلن برضو مين اللي هيمثل النادي الاهلي في استقبالهم، نوفر لهم كل السبل الراحه اللي موجوده عشان خاطر انت عارف احنا رايحين والترجي دول اشقاء لينا والتوانسه عامه اشقاء لينا، فان شاء الله هتبقى مباراه فيها استمتاع وفيها فعلا النهائي افريقيا ليج بمصر وليج بالكره المصريه والافريقيه ان شاء الله باذن الله. اقامتهم مع الاهلي في نفس فندق واحد في اسكندريه ولا؟ لا 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 هم فندق احنا والنادي الاهلي فندق ثاني. تم الفصل بينهم. تمام. لا لا منفصله ان شاء الله. طيب مجلس الاداره النهارده عنده قرار بشان المباراه ولا ما بحثتش؟ لا مجلس الإدارة احنا لا هي اللجنة كده كده منعقدة يعني طوال الأيام اللي فاتت منعقدة وهنفضل اللجنة موجودة خلال ال 24 ساعة والأيام القادمة عشان خاطر نلبي كل طلبات الجماهير على قد ما نقدر وبنتابع وصول فرقتنا سواء فرقة النادي الأهلي أو فريق الترجي، يعني دي لجنة موجودة مستمرة على طول في الاجتماع بتاعها والانعقاد، لكن النهارده اجتماع مجلس الإدارة كان أهم حاجة فيه اللي احنا بنبارك ويمكن
اخويا شيف فؤاد هيقول هذا الكلام برضه اللي احنا بنبارك لاعضاء الجمعيه العموميه لنشر لائحتهم، لائحه النظام الاساسي في الوطن العربيه فعليا، ودعوه اعضاء الجمعيه العموميه للجمعيه العموميه العاديه طبقا للائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي يوم 23 و24 نوفمبر ان شاء الله باذن الله. تمام، وده كان من اسعد الحاجات اللي احنا النهارده بنقول فعلا يعني بنبارك لهم على لائحتكم. النادي الاهلي النهارده له لائحه نظام اساسي هيعمل بيها من تاريخ صدورها، وهو التاريخ صدورها المفروض 10/10 لكن النهارده صدرت فعلا في الوقائع الرسميه، والصوره الرئيسيه بتاعتها الرسميه بتاعتها بقت معانا خلاص اللي احنا هنشتغل بيها ان شاء الله. مبروك يا بيه، ربنا يخليك يا كابتن عادل. الف مبروك يا سياده العميد، ومزيد من التوفيق دايما ان شاء الله. يا رب يخليك لينا ان شاء الله. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. والخبر الاخير اللي قاله ده اسعد خبر للاهلاويه، قانون الاهلي اصبح هو الساري، لائحه النظام الاساسي للنادي اللي الجمعيه اعتمدتها واللي الجماهير تفاعلت معاها من لحظه نشرها في الجريده الرسميه يعمل بها رسميا. عشان كده الاهلي كان منتظر انه يتم نشر اللائحه في الجريده الرسميه واعتمادها قانونا رسميا للنادي الاهلي. محدش هيحكم الاهلي الا القانون اللي حطه اعضاء الاهلي، محدش هيقدر يحقق اي حاجه الا من خلال لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. كان في الانتظار انه اللائحه تعلن بشكل رسمي وقد نشرت، ولذلك مجلس الاداره النهارده يا باشمهندس في ضوء حقه كما تنص اللائحه دعا للجمعيه العموميه العاديه السنويه 23 و24 نوفمبر. هو ماتش افريقيا الثاني امتى؟ 9 نوفمبر. 9 هيكون 2 و9 هي اسبوع واحد، الجمعه والجمعه اللي بعديها. طيب ماشي. طيب هذه التسهيلات بالنسبة للجمهور بتفرض على جمهور الأهلي مسؤولية كبيرة، إن احنا نوصل لمرحلة 60,000 متفرج دي نقلة كبيرة جدا. العميد محمد مرجان اهتم إنه يوجه شكر لقيادات وزارة الداخلية على الدعم اللي قدمته الوزارة للنادي الأهلي في سبيل حضور كل هذا العدد الكبير. احنا عايزين كل خطوة إيجابية عملناها ازاي نقدر ندعمها بخطوتين كمان، ازاي يقدر يعني على رأي يرجع الاهلي العميد مرجان الكل عمل اللي عليه بالظبط، ولا يبقى الا الجماهير بإذن الله تكون عند الموعد وتعمل اللي عليه هي كمان عشان نقدر بقى نستمتع بجمهور النادي الاهلي فعلا في الدوري العام. الاهلي اكتر نادي مضار من غياب الجمهور، لان جمهوره الاكبر وجمهوره الاكثر وجمهوره الأشد تأثيرا حتى في مسيرة الفريق. الأهلي كان بيرهبه أي منافس عشان جمهوره، فإن الجمهور يغيب عن مدرجات الأهلي ويتساب الأهلي لأي منافس ده دور الجمهور. كون إن احنا بنوصل لمرحلة إن احنا يبقى فيه في الملعب 60,000 ده تطور مهم جدا. إزاي نقدر نحافظ على ده؟ أنا أعتقد تعليمات الأمن في السلامة والأمان للجمهور محفوظة، ولازم نتمنى ان احنا ندعم ده ويكون الاحترام المتبادل العلاقه بين كل الاطراف، المعاملات في الدخول والمعامله في التفتيش والاستعداد في تقبل عمليات التفتيش من كل الاطراف، تبقى المساله فيها التعاون، لانه اللي بيفتش ده مش بيرخم على الجمهور، هو بيحافظ على الجمهور نفسه، بيأدي واجبه هو، وبيحافظ على اطراف الناس اللي في الملعب، لانه اي مخالفه تحدث هتعرض الكل في الملعب للخطر. فبالتالي عايزين نتعاون، عايزين نبدأ نبني على هذه الخطوة. 60,000 بعد كده الجمهور لو نجح هذه التجربة بعد كده من السهل تتكلم ان انت تلعب في استاد القاهرة بطاقتك الكاملة، من السهل تلعب في اي ملعب بحضور جمهوري الكامل، بس نبدأ نبني على ما يتم. الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا بيقودنا لقصة اول بطولة، ودايما وابدا البايونيرز دول الرواد، الرائد ده هو اللي عليه دور كبير جدا، لان هو اللي فتح الباب، هو اللي فتح الباب هو اللي تحمل مسؤوليه انه يقدم النموذج اللي على اساسه الناس بتقيس بالظبط. اذا كان نموذجا طيبا يبقى كل الناس تتاسى بيه، اذا كان نموذج مش طيب بيبقى تاثيره سيء جدا. فانت وزائد ان في ثواب يا استاذ ابراهيم، يعني انت من خلال السرد اللي هتقوله دلوقتي هتشوف ازاي بعض المدربين بذكاء استغلوا بعض التركات الخفيفه كده
هيشوفوا يعني تعمل مفاجأة جميلة هنا. صحيح. عشان الناس يشوف حاجات ما شافتهاش قبل كده في نهاية التسعينات. طيب يعني قبل ما ندخل في هذه الفيديوهات التاريخية المشوقة الحقيقة، معنا على الهاتف الزميل العزيز الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي علشان نشوف ماذا تقرر في هذه الجلسة. أستاذ شريف أهلا بيك. مساء الخيرات أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام ووالدنا والمهندس العجل الفاضل العجل القيعي. أهلا بيك. أنا بعتقد أنه النهاردة يوم 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 مهم. مجلس الإدارة في حالة كمان طيبة جدا. الجلسة زي ما حضرتك عارف هي محضر الجلسة رقم 13، الجلسة مستمرة الحقيقة من الأسبوع الماضي ومفتوحة أيضا تستكمل في وقت لاحق يحدد فيما بعد يعني. الحقيقة إنه أول حاجة المجلس كان حديث عليها أستاذ إبراهيم هو توجيه التهنئة طبعا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ولجماهير النادي الأهلي بمناسبة اعتماد لائحة النظام الأساسي اللي تم التصويت عليها في 28 سبتمبر الماضي وتم اعتمادها من اللجنة الأولمبية بالإضافة إلى نشرها في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع، وبالتالي دخلت حيز التنفيذ بمجرد النشر طبقا للقانون والدستور، وبناء عليه أصبح من حق النادي الأهلي أن يدعو لاجتماع جمعية عمومية عادية بناء على هذه اللائحة. وبالفعل مجلس الإدارة كان أول قرار خده النهاردة هو دعوة الجمعية العمومية للنادي الأهلي لاجتماع يومي 23 و 24 نوفمبر لاعتماد ميزانية النادي للعام المالي 2017-2018 وأيضا مناقشة باقي جدول الأعمال. والمجلس الحقيقة بيهيب بالسادة الأعضاء يعني الحرص على المشاركة في هذه الجمعية لمناقشة المجلس وممارسة حقهم الدستوري في الحساب والنقاش وما إلى ذلك. أنا نفسي مرة الجمعية العمومية العادية تكتمل بشكل منطقي، يتحاسب يتشكر يعني في كل الأحوال هي ليها دور يعني. صحيح، أنا متفق مع حضرتك جدا يا باشمهندس، وده دورهم يعني. دايما بنقول إن الجمعية العمومية هي أعلى سلطة يعني، هي السلطة المؤسسة وهي صاحبة القرار في وكمان اللائحة باشمهندس عدلي أعطت للجمعية العمومية الكثير جدا من الامتيازات والقرارات اللي أعتقد عضو النادي الأهلي هيكون حريص على ممارستها واستخدامها بشكل ديمقراطي يعني. تاني قرار الحقيقة هو تم اعتماد لائحة النشاط الرياضي الجديدة، وأعتقد حضرتك والأستاذ إبراهيم تقدروا تمتعونا بحديث في هذا الموضوع، لأنه لائحة النشاط الرياضي الجديدة بتمثل نقلة نوعية في محتواها وطريقة عرضها، وده إنجاز مهم الحقيقة لمجلس الإدارة اللي كان وعد أيضا بإعداد لائحة للنشاط الرياضي تليق باسم النادي الأهلي وبفرقه الرياضية المختلفة يعني. الحقيقة أنه على هامش هذا الموضوع تم مناقشة الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في كثير الأمور، أبرزها خسارة فريق اليد لكرة الفريق الأول لكرة اليد بطولة أفريقيا لأندية الأبطال يعني، والظروف المحيطة خصوصا الجمهور كان قلق وكانت بعض الكلام كده أثير. فالحقيقة المجلس قال إحنا منتظرين نتيجة تقرير رئيس البعثة الكابتن جوهر نبيل، وإن شاء الله الأهلي لو ليه حق يعني لن يتركه، بالإضافة إلى يعني بحث كل الأمور المتعلقة بهذا الموضوع ليطمئن الجمهور وليبقى النادي الأهلي في الصدارة في كل لعب الصلاة وليس فقط في كرة الطائرة أو كرة اليد يعني. كمان الميزانية نفسها المقدمة لمكتب المراجعة تم مناقشتها باشمهندس عدلي وهتعرض على الأعضاء في الاجتماع يوم 23 و24 إن شاء الله. الأهم واللي يعني كلم حضرتك فيه من شوية العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ده كان الشغل الشاغل الحقيقه للجنه والمجلس الاداره النهارده، هو الاعداد الجيد والتنظيم الممتاز لنهائي افريقيا لكره القدم للنادي الاهلي نادي القدم. متذكر رقم الارقام بتاعه الميزانيه يعني الميزانيه كام والموازنه كام، الرقمين دول في ذهنك؟ لا لسه الحقيقه يا باشمهندس يعني المجلس لم لا يعني بالتاكيد هنعرفها بعد كده من الساده امين الصندوق. طبعا تقدر حضرتك مفيش مشكله الاستاذ خالد رندالي ان شاء الله يقول لنا بعض التفاصيل يعني. لكن بالنسبه للمباراه احنا بنذكر ثاني انه وزاره الداخليه وافقت على حضور 60,000 متفرج بتذاكر، وانعقد الاجتماع التنسيقي الامني النهارده في مديريه امن اسكندريه، وكان في تعاون كبير جدا الحقيقه ومشكور من الاجهزه الامنيه وبالذات مديريه امن اسكندريه اللي قررت انها تفتح منفذ في استاد اسكندريه علشان الجمهور اللي ما عندوش فرصه يسجل على الاونلاين ويشتري ويسجل معلوماته او ليس من اعضاء الجمعيه العموميه يقدر يشتري تذكره من استاد اسكندريه بشكل مباشر يعني، يروح معاه بطاقته بس يتاخد رقمها او صوره منها وياخد التذكره لضمان الحضور. والاربع فئات مقسمه زي ما حضرتك عارف
الى تذاكر 1000 للمقصوره الاماميه، 250 اولى، 150 ثانيه، و50 ثالثه او موحده. والحقيقه في اقبال منقطع النظير على السيستم على الاونلاين، كل محافظات الجمهوريه بتحجز، وبالتالي سيتم تسليم التذاكر ليهم في المكان اللي يختاروه، اما القاهره الكبرى او الاسكندريه، بعد ما يدفع لي فوري. وده نظام محترم جدا وبيسهل على الجماهير وعلى اللجنه المنظمه الحقيقه. وتم تخصيص الدرجه الاولى يمين ممتاز لجمهور فريق الترجي التونسي الشقيق، على ان تكون المعامله بالمثل ان شاء الله مجانا في مباراه العوده. يبقى الحضور الجماهيري الكبير والمؤثر واللي بيحرك الصخر، والحقيقه انه النادي الاهلي في امس الحاجه لجمهوره، وجمهوره العظيم لم يتخلى عنه ابدا طبعا يا باشمهندس. ونقدر نسمع من حضرتك والاستاذ ابراهيم كلام كتير في هذا الاطار يعني. شكرا جزيلا. شكرا ليك استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي. اعتماد لائحه النشاط الرياضي كمان مهمه، لانه الجمهور اللي كان اتضايق على خساره فريق كره اليد نهائي بطوله افريقيا امبارح امام الزمالك، لائحه النشاط الرياضي الجديد فيها الكثير من التحفيز وفيها الكثير من المحاسبه ايضا. زائد المجلس اهتم بان هو يشوف اسباب اللي حصل. يشوف يعني، وده اللي قلناه. لازم النبش في الحقيقه. أيوة. وكل جهه تتحمل مسؤوليتها وفي الاخر يبقى في حساب. بينتظر تقرير رئيس البعثه الكابتن جوهر نبيل. طيب، بطوله افريقيا اللي حصل الالقاب ال20 للنادي الاهلي في بطولات القاره كلها، اللي خلت النادي الاهلي يدخل يبقى في مصاف انديه العالم الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه. ما نقدرش ابدا نهمل الضربه الاولى، ما نقدرش ابدا نتغافل عن الناس اللي فتحت الباب. اول بطوله للاهلي في افريقيا كلها، الاهلي كان قارب ان يحقق هذا اللقب في السنه اللي قبلها في سنه 81، ووصل للمباراه قبل النهائي، لكن وفاه الرئيس انور السادات وقتها دفعت الاهلي للانسحاب عن اكمال هذه البطوله. في المره اللي تاليه على طول ليها في 82 حقق الاهلي هذا اللقب المرموق جدا، واللي فتح به الاهلي باب المجد للقاره، واللي دخل من خلاله الى ان توج نادي للقرن في افريقيا. هذه البطوله فيها الكثير من المتاعب والصعاب، لما بنقف عندها النهارده واحنا على مشارف المباراه النهائيه للاهلي امام الترجي، بنهدي الكلام اللي هتسمعوه للاعيبه الجيل الحالي، انه مفيش حاجه بتتحقق بالسهل ابدا. حجم الضغوط اللي انتم بتتكلموا عليها دلوقتي طول عمرها كانت موجوده. الصعاب اللي موجودة دلوقتي زمان كانت أضعاف هذه الصعوبات، بالذات في المحافل الأفريقية. كل شيء كان أصعب، السفر أصعب، الملاعب أصعب، الأجواء أصعب، التحكيم أصعب، كل شيء كان أصعب. فبصوا شوفوا اللقب الأول تحقق إزاي، حجم المتاعب اللي واجهها الأهلي في سنة 82 علشان يعود بالبطولة من فم الأسد من قلب كوماسي، كانت مسألة غير سهلة بالمرة. لبرنامج حق الجماهير اللي كانت بتقدمه الإعلامية الكبيرة في ريال صالح، كان تحدث الكابتن محمود الخطيب نجم بطولة 82 وقتها، أو الحوار تقريبا كان في نهاية التسعينات 97 أو 98، تحدث الكابتن محمود الخطيب عن ذكرياته حول أول لقب للأهلي في أفريقيا، وإزاي عاش لاعبو الأهلي مصاعب شديدة جدا في كوتوكو حتى يعودوا من كوماسي باللقب الأول. نشوف الكابتن محمود الخطيب في حق الجماهير من 20 سنة. هسألك قبل ما ننهي أسئلتنا الشخصية السريعة دي عن أطرف موقف صادفته في مبارياتك اللي في أفريقيا بالتحديد. في أفريقيا الله، في يعني احنا قصة سمعنا عنها. كنا في غانا في كوماسي، وكان نهائي بطولة افريقيا سنة 82، اول بطولة الحمد لله حصلنا عليها. ففي النهائي ده كان في ملك الاشانتي، هو ملك القبيلة دي، فملك القبيلة دي المفروض قاعد في كوخ كده. راح المسؤولين بتوعنا زاروه مع السفارة بتاعتنا، فالكوخ بتاعه طبعا زي ما شرحوا لنا يعني عباره عن كتل من الذهب متعلقه بس كده. فدخلوا قعدوا شويه، وبعد ما خلصوا زياره الناس بتوع السفاره قالوا لهم حاجه عجيبه جدا، ان من عادات هذه القبيله ان لو الملك بتاعهم مات بيجيبوا 40 جمجمه ناس غرب عن البلد، بيحطوها
ويفرش عليها سجاده وبعدين يحطوه بقى يعني مراسم بقى الدفن بتحصل يعني. فاحنا كلنا على بعض كده بالسفاره كنا 38 فاضل اثنين. فطبعا قعدنا كلنا بقى ندعي له بالليل يعني ربنا يديله طول العمر. صلوا من اجله. لكن الحمد لله ربنا الحمد لله عدينا يعني. طبعا الفيديو ده نادر وكويس قوي ان جابه لك واحد من مشجعينا. اه لا مأمون الفداوي يعني زميلنا في الاعداد وهو حصل عليه ازاي مأمون يعني ما هو برضو هو لازم البحث. والله اللي عنده حاجات حلوه زي كده احنا جاهزين نستقبل منكم اي فيديوهات او اي وثائق توثق لتاريخ زي ده. كنت هتسمع المعلومة الغريبة دي ازاي؟ صحيح. طيب النهاردة 30 او في 30 اكتوبر عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، كل سنة وهو طيب. لكن لقناة دبي ايضا فيديو مهم جدا وثائقي تحدث فيه النجم وقتها الكابتن محمود الخطيب عن سر ارتدائه رقم 10، ليه الخطيب لبس نمرة 10 واللي بيحتفل بعيد ميلاده في شهر 10. نشوف محمود الخطيب اللاعب لقناة دبي. سبب اختيارك للرقم 10 شو هو بالضبط؟ يرجع لأسباب كتيرة. يمكن أول فعل لعبت فيها في حياتي وأنا عندي حوالي 12 سنة كانت رقم 10، ولسبب آخر أنا يمكن رقم 10 برضو في إخواتي. وبعدين لا احنا 12 يعني ربنا بقى يزيد ويبارك. ما شاء الله. وبرضه اول فانيلا الناس عرفتني بيها هي من 10، واول فانيلا لبستها في النادي الاهلي برضه كانت رقم 10. فده يمكن الرقم، وبعدين بتخيل جدا برقم 10 كمان. فده يمكن ومولود في شهر 10 كمان. فده يمكن يعني حاجات بتفائل بيها عموما، ودوت اللي خلاني اتفائل برقم 10 ده. ده فيديو من حوالي 40 سنة أو من 39 سنة، كان سنة 79. كان محمود الخطيب اللاعب وقتها ملء السمع والبصر. طبعا محليا وعربيا. انت شوف شكله كان عامل ازاي ومتدمر طيب كابتن محمود الخطيب بالشكل ده بالشعر ده، شوفوا بقى الذكاء، يدي على الكابتن محمد عامر وقتها كابتن محمود الجوهري. الشعر ده موضة العصر من ظهر اللعيبة، كان صعب اللي اذا كنتش حافظهم قوي تعرفهم من بعض. بالظبط. شوفوا بقى ذكاء الكابتن محمود الجوهري عليه رحمة الله، ازاي في بطولة 81 الاهلي بيلعب مع نازيمبي الجابوني اياب دور الثمانية، وعارف انه الفريق الجابوني مركز على نمرة 10. ده سبب حتى انه الكابتن الخطيب لما اتكلم انه في مفارقات قدريه غريبه، لعب بنمرة 10 لانه اول نمره لعب بيها، هو مواليد شهر 10، هو العاشر بين اخواته، فارتبط برقم 10 بشكل صريح جدا. وطبعا شفنا قبل كده احنا في تقرير لينا قد ايه رقم 10 عدد كبير من موهوب الكره العالميه مواليد شهر اكتوبر ولبسوا نمرة 10، اذا كان بيليه او ميسي او مارادونا، لكن كمان حتى على المستوى المحلي عدد كبير من الموهوبين كانوا مواليد شهر اكتوبر، لعل ابرزهم علي ابو جريشه وكابتن علي ابو جريشه والكابتن وليد صلاح الدين وعدد كبير من الموهوبين، وده سر محدش يملك تفسير ليه. لكن نمره 10 في الملعب الكابتن محمود الجوهري امام نازيمبي الجابوني استغل فرصه انه الجانب الجابوني بيدور على نمره 10 فلبس الفانيلا للكابتن محمد عامر، فخد محمد عامر العلقة وسجل الخطيب هدفين. نشوف. رحمة الله على حسين بيه مدكور. كان لا الأول سيبك، حسين مدكور ده كان مشجع الخطيب رقم واحد. بلعبها معاك يا ابني والله. إنما شوف ذكاء يعني تلاحظوا الكابتن الجوهري لبسه رقم 12
واتحسب الجول لرقم 12 ففي السجلات ممكن يكون الجولين دول راحوا محمد عامر اللي هو قالك انا خدت العلقه في خد العلقه بداله. وده نوع من الذكاء اللي كان بيتمتع بيه مدرب مصحصح قوي قوي مركز وعنده شغله. حلول صحيح. دايما مش تقليديه. لكن الفيديو الجاي ده بجد لازم احيي عليه الاستاذ مأمون فداوي، لازم احييه. ليه؟ لان هو بيتضمن مفاجاتين مش واحده. انت بتشوف الكابتن الجوهري ها وهو بيجاوب، لا الكابتن الخطيب بيجاوب لفرج عام. انت هتلخبطني. الكابتن الخطيب بيجاوب على لمين بقى؟ لواحد اصبح من اهم العاملين في حقل كره القدم، وقتها كان مشجع اهلاوي في برنامج حق الجماهير من 30 سنه، المهندس فرج عامر. قبل ما يقرر ان يخوض هذا المعترك نشوف كابتن محمود الخطيب. راجل موهوب، وزي ما سيادتك قلتي راجل نجم فوق العاده، لكن الصدفه لعبت دور كبير قوي. يعني محمود الخطيب ظروفه والصدفه وعناصر شخصيه فيه هي اللي ادت الى ان يبقى فيه محمود الخطيب. انا عايز اساله سؤال بعد ما مر بالتجربه دي، ايه اللي مفروض ان احنا نعمله عشان يبقى فيه عدد كبير يطلع محمود الخطيب؟ لان مهما قلنا ومهما اتكلمنا ومهما قللنا دور اللاعب وزودنا دور المدرب، لكن اللاعب النجم والشخصية الفذة في الملعب بتفرض دورها وبتصنع انتصارات قومية كبيرة جدا، ومصر في أشد الاحتياج للمواهب والعناصر الفذة. فإيه اللي مفروض احنا نعمله عشان يطلع عندنا كثافة من محمود الخطيب، أو زي ما سيادتك قلت الكابتن علي أبو جريشة، أو النجوم العظام الكبار اللي بيسروا المجتمع؟ ربنا يخليك. طبعا أنا بشكرك. وبالنسبة للجزئية دي أنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو خلاق دائم، فإذا كان في مواهب كم من المواهب كان كتير زمان، فأكيد في مواهب موجودة دلوقتي، لأن خلق الله مش هيقف، فأكيد موجود دلوقتي مواهب كثيرة جدا ويمكن أحسن مننا. لكن أنا بقول اللي اختلف هو ظروف ظهور الموهبة، ما عادش عنده الفرصة إنه يتنفس، إنه ينفس عن موهبته دي، ما هيش موجودة. لان النهارده مين ازاي بنمارس الرياضه في مصر، ودي قضيه كبيره جدا اسمح لنا حضرتك بقى نتكلم فيها. ايوه اتفضل. يعني انا بقول النهارده كيف يصل اي لاعب موهوب وهو لسه عنده 5 سنين وست سنين ولا 8 سنين ولا 9 سنين واحنا طالعين بقى، ازاي دوت موهبته دي تسقط؟ ازاي اوصله؟ ما عادش في رياضه في المدارس. فمعنى عدم وجود الرياضه في المدارس يعني في مواهب كثيره جدا بتنتهي. بمعنى ادق انا بقول بالنسبه لكره القدم بالذات، كره القدم في تقديري هي طبعا سميناها او العالم كله سماها اللعبه الشعبيه. اللعبه الشعبيه الاولى في العالم لانها فعلا بتعتمد على تواجد الموهبه في الشارع بابسط ما يكون بيمارس اللعبه. مش محتاج فلوس، مش محتاج امكانيات، كوره شراب ويلفها على ايده ويجري ويلعب بيها. النهاردة بقى المنفس الوحيد لهذه المواهب هو اختبارات الأندية. يجي مثلا النادي الأهلي أو الزمالك أو ترسانة أو إسماعيلي أو أي نادي بيعمل استمارة عشان اللعيبة تيجي تختبر. اللعيب بيجي يختبر بيشتري استمارة، والنهاردة أقول اللعبة الشعبية 98% وده في تقديري من لعيبة كرة القدم في مصر أو في أي بلد بسطاء اجتماعيين، بسطاء جدا. يجب ان احنا نوصل ازاي؟ هل الاستمارة دي بكام يا كابتن محمد؟ 3 جنيه 2 جنيه 4 جنيه 5 جنيه حسب اسم النادي. طيب. الله اعلم، انا مش عارف، بس ما تقلش عن كده. يعني الاستمارة دي حضرتك بقى، عشان انا النهارده اب عنده 6-7 اولاد وعنده ومرتبه 150 جنيه 200 جنيه ده واقع، احنا بنتكلم في واقع 200 جنيه. هل وعنده 6-7 اولاد، هل ابنه الصغير يقول له اديني 5 جنيه عشان اروح اختبر؟ هديله 5 جنيه ازاي؟ مش ممكن طبعا. وغير كده مش عايز اقول له، ده هيقول له يا ابني هديله على مين مش 5 جنيه؟ فهو يعني النهارده هو فعلا موجود حقيقي طبعاً. وعايز يحوش من مصروفه. يعني لابد يعمل حضرتك مصروف ايه؟ بقول لك 200 جنيه حضرتك. انا بقول لك على الناس البسطاء ازاي النهارده. انا عايز اكمل جزئيه مهمه جدا، ازاي النهارده كويس اوفر له انا بقى ك ك
كتنظيم رياضي في مصر، كمسؤولين عن الرياضة في مصر، ازاي انا اوصل بقى للموهبة دي؟ مش اللي انا قاعد مستني لغاية ما هي تجيلي. لو المواهب دي انا وفرت لها وأعدت تاني دوري المدارس، لو رجعنا الرياضة في المدارس الابتدائي تاني، هيظهر عندنا مواهب كثيرة جدا. عندي اكثر من ملاحظة على الفقرة دي. اولها ان المهندس فرج عامر وقتها ما كانش في دماغه انه هيبقى رئيس نادي ومسؤول انه يجاوب على السؤال اللي هو سأله. يعني سأل الكابتن خطيب ازاي نوصل يبقى عندنا اكتر من خطيب. موهبة زي الخطيب وكابتن علي ابو جريشة. طبعا هو سأل هذا السؤال. انا النهاردة بقول ده بيدل على شغف حقيقي للمهندس فرج عامر ورغبة حقيقية انه كان يدخل هذا المجال ويتعلم علشان يجهز نفسه. الملاحظة الثانية الحضور. شوف شكل البرنامج حق الجماهير، وكان الحضور مين؟ نجوم كرة القدم، كابتن علي ابو جريشة، الكابتن وليد صلاح، نجوم النقد الرياضي، الاستاذ حسن المستكاوي. لما تشوف نجوم، انا ده اللي لحقت القطه، ما لحقتش اركز. كان فكره البرنامج ساعتها حق جميل تجيب بعض المنصه الرئيسيه عليها نماذج لكل نجوم النقد ونجوم الكره ونجوم وابناء وزملاء المرحله والجيل بالظبط. فده دليل على ان الناس كانت بتحضر لبرامجها ازاي، ورغم الامكانيات مش زي دلوقتي. ده الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة إجابة الكابتن الخطيب هي إجابة فيها قدر بالإحساس، زي الأستاذ إبراهيم ما قال لي، بالإنسانية. الحس الإنساني يعني فيها. هو يرى أن الخمسة جنيه كانت عبء كبير من 30 سنة، أنه أعلى مرتب 200 جنيه. بس خلي بالك في الوقت ده ما كانش في حرص قوي من اولياء الامور انه يودوا ولاده، ما كانش في احتراف. طبعا دلوقتي لو قلت له التذكره ب 1000 جنيه، ما هو الكابتن الخطيب قال لك لو راح الولد قال لابوه 5 جنيه عشان يروح يختبر هيدوا له قلمين، ادي له قلمين. لكن النهارده مستعد يستلف 1000 جنيه عشان يوصله يختبر، ده يدي نفسه قلمين ان الولد فشل. هنا المناخ متغير، وهنا ايضا السؤال مش هيبقى كده، مش هنعمل ايه عشان نوصل للموهبة بس، وازاي الموهبة تجيلك وتعرف تشوفها كويس. النهاردة الكشافين بقت شغلانة كشاف كرة القدم يا جماعة بقت مهمة جدا، وبقى بيشتغلها المئات في مصر، وكلاء اللاعبين بيشتغلها العشرات في مصر. المسألة بقت الوصول الى الموهبة بالتأكيد اسهل من زمان. الاكاديميات اللي اصبحت منتشرة دايما كل شيء في سياقه يبان. عشان كده أنا بقول، أنا بحيي مأمون الفداوي على أنه شوف حطينا الكلام ده إيه من 30 40 سنة. 30 سنة نهاية التسعينات، 30 سنة 30 سنة. وفي فيديو تاني كان الكابتن خطيب وهو بيلعب اللي بيحكي فيه 40 سنة 40 سنة كمان. فطبعا لما المقارنات بقى تخلينا إحنا كمجتمع النهاردة واحنا بنتكلم وعندنا رفاهية الفرجة والنقد وقاعدين في بيوتنا ننتقد الناس كلها، نشوف ان لا، الدنيا ما كانتش بالسهولة دي، وما كانتش بهذا الانفتاح الاعلامي الرهيب اللي موجود دلوقتي. طيب دي ملاحظاتك. ملاحظاتي من ازمات الكورة في مصر، المشاكل من 30 سنة ما اتغيرتش رغم ان الحلول موجودة. مهندس فرج عامر اللي بيسأل عن المواهب أصبح رئيس نادي سموحة، ولغاية الشهر اللي فات كان رئيس لجنة الشباب في البرلمان. كابتن محمود الخطيب النجم اللي شخص الأزمة من 30 سنة، هو ده كابتن محمود الخطيب اللي عند الانتخابات اللي فاتت قال لك لعيب كورة ما ينفعش يبقى رئيس نادي. بصوا، لعيب الكورة حاطط إيده على مشكلة الإدارة أو مشكلة الكورة في مصر من 30 سنة ومفيش حلول. دلوقتي ربما كانت، يعني احنا كنا بنشتكي انه من 30 سنة ان المدرسة ما عادش فيها دوري مدارس. طب فما بالك بالوضع الحالي. الوضع الحالي اذا كانت المساحة بتاعت المدرسة انشغلت بالخرسانات، الحلول الكروية اصبحت متاحة. ما من مدرسة الا وجنب منها، يا اما ملاعب مفتوحة عملتها الوزارة،
او مراكز شباب موجوده ليها ملاعب او اكاديميات خاصه او اكاديميات خاصه عندها ملاعب. ليه ما يبقاش في تعاون انه المدارس ترجع الدوري الخاص بيها في ملاعب الاكاديميات الخاصه او في ملاعب مراكز الشباب او في ملاعب او في الملاعب المفتوحه، والمدارس يبقى لها دوري حتى الوزاره تدعمه، وزاره الرياضه مع وزاره التربيه والتعليم. عوده دوري المدارس ما هوش حاجه مستحيله، بالعكس الملاعب توفرت اذا ما كانش جوه المدرسه في القرب من المدرسه. قبل ما نكمل الحلول بقى اللي هي كتيره، معانا واحد من النجوم المهمه جدا في تاريخ الكره المصريه والنادي الاسماعيلي، صاحب اول بطوله بقى الكابتن سيد بازوكا، وهو معانا على التليفون. هنناقشه في كذا حاجه لانه يعني كنت بسمعه في برامج كده له اراء حتى في 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 التسويق الرياضي، في اكتشاف المواهب، وفرصه انه معانا على التليفون ننقشه في المسائل دي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا باشمهندس. ازيك يا حبيبي؟ ازيك صحتك؟ ازيك يا ابراهيم بيه؟ ازيك يا كابتن سيد؟ كل سنه طيبين وانت بالصحه والسلامه يا كابتن. كان ليك راي كنت بتتكلم فيه على مسائل القيم بتاعه الرعايه والبث التلفزيوني وال لا انا عاوز بص يا باشمهندس، انا انت عارف انا ما بجاملش، بس انا عاوز اقول لك حاجه لوجه الله. احنا كنا انا كنت عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي، وكان الاسماعيلي بياخد 105، كنا احنا عندنا الجماهيريه بناخد 175,000 جنيه في ساعه المباريات طول السنه، وكان نادي الاهلي ونادي الزمالك بياخدوا حاجه ثاني. فاجتمعوا رؤساء الانديه عشان يقابلوا الدكتور الجندوري، فانا كنت مندوب عن نادي الاسماعيلي، وكان في الله يرحمه سيد متولي موجود عن نادي المصري، وكان اللي هو قبيل عن نادي الزمالك، وكان محمود بكر عن نادي الاولمبي. كنا 6 رؤساء مندوبين عن كل واحد عن نادي. فاحنا داخلين بنتفق هنروح عند الدكتور الجندوري ونقول ايه. فاحنا داخلين كلنا افنديه، وبعدين بس فوجئنا بمهندس عبد القيعي والكابتن حسن حمدي داخلين معاهم اكلاسير خطوط حمراء وصفراء وخضراء، حاجه الوان كده، وجم القعده جنب. فبيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، بنختار بقى هنروح نقابل الدكتور. انا قلت لهم بامانه، انا بعد اذنكم انا مع نادي الاهلي. اللي يقول عن نادي الاهلي انا موافق عليه، وانا مع نادي الاهلي يتكلم باسمه. وبعدين اللي هو قبيل قال لك وانا مع نادي انا مع نادي الاهلي. كلنا قاعدين قلنا خلي نادي الاهلي يتكلم باسلوبنا. اتكلمت باسلوبنا واخذنا من 175,000 جنيه 350,000 جنيه. يعني خدنا الضعف. الضعف. هذا اللي انا بقولها لانه دي حقيقه. يعني لما يكون في واحد احسن مني في التسويق، واحد بيعرف اكثر مني، ليه انا ما التزمش طالما في مصلحه للنادي بتاعي؟ يعني ليه انا ما التزمش السلامة؟ السؤال التقليدي بقى يا كابتن، هو النادي الاهلي ليه ما كانش بيرضى يدي ملاعبه ويدي ويساعد المنتخبات ويساعد الاسماعيلي ويساعد مش دي مقوله الناس اتربت عليها؟ لا لا طبعا مقوله كذب. كذب. كذب طبعا. انا هقول لك على حاجه، انا مستشار نادي المقاولين العرب، انا كنت بدرب منتخب مصر فريق الثاني. ايوه. ورحت طلبت الملعب من المقاولين العرب، قالوا لي احنا بنأجره ب 50,000 جنيه عشان انت كاب سيد وابننا، هناخد منك 25,000 جنيه. قلت لهم اوكي انا بشكركم. رحت راكب عربيتي، جيت قابلتكم في نادي الاهلي، طبعا رحبتوا بينا احسن ترحيب، ويعني كان معامله يعني غير ما غير يعني دي طبيعه نادي الاهلي في المعامله بامانه. فانا فوجئت طبعا بطلب منكم الملعب، اديتوني ملعب نادي الجزيره لعبت عليه منتخب تركيا، واديتوني ملاعب مدينه نصر للتدريب ولعبت عليها مباراتين ضد تونس وضد سوريا، واتمرنا 4 تمرينات وتونس اتمرنت في ملعب الجزيره. بالعكس يا باشمهندس انا بقولها في منتهى الامانه والصدق، انتوا بالعكس انتوا مضيافين، وبالعكس انا كنت باجي الاقي الاوضه اللي موجوده فيها كل ما يخطر في بالك، ما كلف يعني انتوا ما خليتوناش ندفع مليم، رغم انه كان هيدفع اتحاد الكوره مش السيد عبد الرازق. يعني انتوا عملتوها جميله بامانه. بالعكس مين قال كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اول ما هجرنا انا قعدت عند النادي الاهلي العب مع النادي الاهلي واتمرن مع النادي الاهلي سنه. مين قال كده بقى؟ دي نظريه
يعني ما اعرفش مين اللي عمل الفورتينا دي وقع الدنيا بين الاهلي والاسماعيلي. بالعكس حتى لما جينا نسافر كنا بنستعين بلعبه الاهلي ولعبه الزمالك معانا. يعني كابتن هاني مصطفى كان معانا على طول، انور سلامه كان معانا. بالعكس احنا يمكن ما افترقناش غير لما رجعنا 73، بالعكس احنا كنا مع بعض على طول. كابتن انا هقول واقعه كمان. بعد اذنك، كان كابتن صلاح حسني كان مدير الكوره، وكان انور سلامه مدير فني. حمزه الجمل لما توقف سنه، وانا كنت عضو مجلس اداره في نادي الاسماعيلي، لما توقف سنه راح صلاح حسني وانور سلامه الامارات، كان راح يلعب في الدوري الامارات في الجيش، مضيتوه وبقى خلاص مع النادي الاهلي وخد شقه وقبض. فانا جيت قابلت الكابتن صالح سليم، قال لي الله يرحمه يحسن ايه، قال لي مش هنخسر مدينه جميله ومش هنخسر نادي كبير عشان لعيب، بس ما تتكلموش في ناس معينين، ما تتكلموش اسماعيليه وهتاخدوا حمزه الجمل. وفعلا خدنا حمزه الجمل. وفي الواقعه الثانيه بتاع المشهوره بتاعت رضا الله يرحمه، كابتن رضا، نفس القصه. نعم باشمهندس، نفس القصه اللي حصلت مع كابتن رضا الله يرحمه، نفس القصه. يعني بالعكس، وبعدين احنا فينا بالعكس يعني متفاهمين، ما عندناش مشكله. يعني نفس التعصب اللي الناس اخذوا فكره ان في مشكله بين نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، انا بقول لك احنا كلنا اصحاب وكلنا اخوات. بالعكس الواحد يمكن يعني انت عملت ماتش على فيدريشن الاعتزال، عملتوه مع نادي الاهلي في نادي الاهلي، ازاي بس في مشكله؟ بس الاهلي المقوله دي طبعا الناس يعني مغرضين انهم يوقعوا، حبت تلعب عشان تستفيد هي. طبعا عشان يستفيدوا ويبقى في مشكله. بالعكس انا لما جاء كابتن خطيب وجاء كابتن حسن حمدي زارونا في نادي الاسماعيلي لما كان المهندس زي حكومي رئيس النادي، بالعكس يعني لقيت الناس كل الترحاب من نادي الاسماعيلي ورحبت فيهم. المهندس مين عثمان ربنا يديله الصحه لما زار النادي الاهلي، بالعكس انتوا قمتوا بالواجب وكنا في صحه بنزوركم وانتوا بتزورونا. كابتن سيد، وانت واحد من نجوم الاسماعيلي اللي فازوا لمصر باول بطوله في بطوله افريقيا، الجمعه الاهلي مقدم على نهائي البطوله ايضا، انت رايك ايه في مباراه الجمعه؟ انا ان شاء الله، انت عارف انا بامانه احنا اهلاوي وزملكاوي صرف برات البرات منكم. لما بيلعب الزمالك بيلعب عربيا وافريقيا، انا زملكاوي اكثر من زملكاوي. بالعكس انا واثق ان النادي الاهلي ان شاء الله نادي بطولات، والنادي متعود على المواقف الصعبه، وان شاء الله هتبقى البطوله التاسعه باذن الله، ويشرفنا في كاس العالم للانديه، وتبقى بطوله يعني يبقى اول نادي في مصر يحصل على 9 بطولات افريقيه، ودي ما بتتحسبش يا استاذ ابراهيم للنادي الاهلي. صحيح. لان ما بقولش النادي الاهلي، بقول لك النادي الاهلي المصري. ايوه. النادي الاهلي المصري بيشملني انا كاسماعيلي، وبيشمل كزمالك واتحاد ومصري واولمبي، بالعكس بيشملنا كلنا، واي نصر لنادي الاهلي ونادي الزمالك او الاسماعيلي واي نادي بيبقى لمصر كلها. التعادل للاسماعيلي النهارده مع الرجاء المغربي شفته ازاي يا كابتن سيد؟ لا ضيع، احنا كنا في اول 10 دقائق كان ممكن نخلص الماتش 2-0، انما التعادل ازم الماتش. هم فرقه كويسه، وطبعا هيبقى التحكيم له دور طبعا هناك، لانه يعني ما يعني كان عندك فرصه انك تخلص الماتش هنا. فطبعا الحكم حاول يهتوه بتوع المغرب، بس هو كان حكم يعني ثابت شويه، انما هناك الهته تبقى اقوى من اللي هنا. انما يعني هو طبعا في بطوله اللي عاوز ياخد البطوله يكسب بره وجوه ان شاء الله. الاسماعيلي يتخطى، ويمكن الرجاء في ملعبه كمان هيبقى عنده فرص ان هو يهاجم، والاسماعيلي يلاقي مساحات، وان شاء الله حسني وزمايله قدها وقدود باذن الله. كل التوفيق يا كابتن سيد للروح الرياضيه اللي انت بتمثلها انت والجيل الحقيقي الابطال. الله يرحمه الكابتن العربي برضه مره في مداخله قال لي انا مش فاهم هم المشاكل اللي اتعملت واتخلقت بين الاهلي والاسماعيلي، انا كنت بتعالج في الجيمنازيوم مع دكاتره النادي الاهلي. انا والله العظيم انا بختم لك بالله العظيم ممدمدة، انا بقسم بالله العلي العظيم ممدمدة. ليه يعني احنا ليه بنهدم حق نادي الاهلي لما تيجي حق نديله حق؟ وبالعكس انا بقول لك الملاعب، والعكس اقول لك سبتوا لي مدينه نصر بلاش. احنا حتى لما لعبنا واحنا الناشئين مع بعض، بالعكس احنا بتقابل احسن مقابله، بتحس انك انت في بيتك بالظبط. تصدق بايه يا كابتن سيد ان يمكن النادي الاسماعيلي من اقرب الانديه الى قلوب الاهلاويه؟ صحيح. صحيح.
يعني مش مهندس احنا عاوزين ربنا يكرم نشيل الصورة السيئة اللي الناس اخدينها وشوية المهاويس اللي هم بقول لك في مشكلة بالأهل اللي بيتاجروا بالكلام ده. اه لا احنا ما عندناش مشكلة لا مع نادي الاهل ولا مع نادي الزمالك، احنا الاندية دي انديتنا واحنا بالعكس احنا كلنا زملاء، احنا ما كانش بيفرقنا في المعسكرات في المنتخبات غير النوم، بالعكس احنا انا صاحبي انور سلامة وصاحبي الخطيب ربنا يشفيه يا رب ويديله الصحة، بالعكس دول اصحاب وهاني مصطفى ربنا يشفيه يا رب، بالعكس وعبد العزيز عبد الشافي، بالعكس احنا لينا مجموعة، بالعكس احنا ما بنسيبش بعض. حتى اقول لك على حاجة، احمد ناجي متجوز اسماعيلية. يعني لا هو اسماعيلية قريبة من كل القلوب يعني. صحيح. فالله منه لله اللي حاول يفسد هذه العلاقة. بس ما حدش يقدر يفسد العلاقة يا ملك والتابع. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. ربنا يكرمك حبيبي. شكرا للكابتن سيد عبد الرازق نجم الكرة المصرية والنادي الإسماعيلي لفترات طويلة، وواحد من الجيل الذهبي اللي حقق للإسماعيلي والمصري أول بطولة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري 69. ده حديث الذكريات في أفريقيا من قبل ومن بعد، لكن كل ده وحتى الحكام الأجانب أهلوية. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الاهتمام الكبير والإقبال المتدفق الحياة بوضوح على تذاكر المباراة، إدارة النادي بتنوه على أنه قيمة تذكرة الدرجة الثالثة في الحجز الإلكتروني ب70، فمفيش فرصة لتغييرها، كان أعلن أن هي ب50 لكن إلكترونيا ب70 فمفيش فرصة للتعديل، فتذكرة الدرجة الثالثة في الحجز الإلكتروني ب70 جنيه. الفقرة اللي فاتت شفتوا كل ما فيها من عبق التاريخ وقيمته، اللي بنشكر عليه كل فريق الإعداد الحياة في البرنامج اللي بيتفانوا في ان هم ينقبوا دايما وابدا عن كنوز تسعد كل الأهلوية، اذا كان الزملاء محمد مصطفى، عبد المنعم القسطى، محمود المخبزي، مأمون الفداوي، ليهم كل التحية. اللي ايضا اضافوا لنا يمكن في فقرة حتى الحكام الأجانب أهلوية كلام للكابتن محمد صبري نجم نادي الزمالك، ولعل الكلام يتواصل مع اللي قاله الكابتن سيد بازوكا، انه في النهايه انت بتدور على اي حاجه تشيلها اي شيء، ما بتعترفش ان انت عندك مشكله، فبقت حتى الحكام الاجانب اهلاويه. البطولات الافريقيه لا يديرها الا حكام افارقه او اجانب بالطبع، والاهلي عنده تفوق دائم على الزمالك كلما صادفه في بطوله افريقيا، ولكن يفضل الكلام الاهلي بيكسب بالحكام والاجانب كمان اهلاويه، لقاءات القمه في الغالب لا يديرها الا حكام اجانب، ويقول لك برضه الاجانب اهلاويه. للاسف ده كلام اتقال من لاعب زي محمد صبري نسمعه. حقيقه يعني قصه مش هنخلص منها. يعني انك تعيش طول عمرك ما شاعر بانك انت مظلوم ومضطهد والناس ضدك، ده شعور غريب جدا. وبعدين يعني هم نجوم مع بعض لم يتفقوا على الكلام ده، ده حتى بيقول له الشيشيني نبيل واحمد جمال، الشيشيني بيقول له نبيل كان مغطي، نبيل مغطي. طب ما تيجي نشوف نبيل نفسه بيقول ايه. طب قبل ما نشوف نبيل، هو احنا ليه بنعرض ده يا جماعه؟ دي انطباعات بتتصدر لجمهور يبني عليها، ما حضرش الوقائع دي، ما شافش، يصدق الكلام ده، فيصدق لعيب يقول له الحكام الاجانب اللي بيجيبوهم الماتشات الاهلي والزمالك بيظبطوا ليه؟ عشان ايه يعني يظبطوا ليه؟ يعني انت جايب حكم فرنسي او حكم الماني او حكم اسباني او انجليزي عشان تظبطهم؟ انت يعني حتى اللغه انتوا فاهمين يا جماعه؟ اخرجوا من المود الغريب جدا التاريخي اللي الناس حاطه نفسها فيه. طب ولما الحكم الاجنبي انت بتكسب معاه بيبقى مين اللي ظبطه؟ هي ديت. لكن نيجي نصدر اصله ادري عبد العظيم لما اختاروه. طب ادري عبد العظيم لما اختاروه الاتحاد الكوره قال لك الناديين ما حدش يفرض عليا حكام، انا اللي هختار.
واختاروا الطقم اللي هم مساعدين اللي يشتغل المباراه. طيب الكابتن قادر عبد العظيم حكم المباراه وباعترافهم هم انه ما عندوش اي غلطه، حتى انت فضلت لاعب لغايه دقايق باقيه من المباراه، طب سكت كل ده يقول لك اصل استفزونا لما اختاروا ادري. طب استفزوك وما حسيتش بالاستفزاز ده 80 دقيقه يخش فيك جولين ليه؟ طيب لعبت كل الوقت ده وانت لا تشعر بالاستفزاز. الجولين دول من اجمل الاجوان اللي جم حسام يعني فليكس، ده فيليكس جاب الجول الاولاني بالداع صحيح، وسجل حسام حسن انسحب الزمالك وقال اصله جون حسام اوف سايد، ذكر الشيشيني قال له لا، تذكروا قال له لا نبيل محمود كان مغطي، قال له لا مش مغطي، وانسحبوا فيها وانسحبوا فيها وانسحبوا على واقعه نبيل محمود نفسه اللي كان مغطي الاوف سايد هو اللي اعترف بده. نشوف شهد شاهد من اهلها، على فكره لو كملت اللي هو اهلها نفسه هو اللي لو المتهم. كملت يا استاذ ابراهيم قال ايه؟ احنا قلنا نضرب كرسي في الكلوب. ايوه قال كده، احنا قلنا نضرب كرسي في الكلوب ونبوظ اليوم. لانه كانوا الفرقتين وقتها 66 نقطه متساويين، مش الاهلي فارق، الاهلي كسب بقى 69 وتعادل مع الاسماعيلي. المهم الحكم الاجنبي اللي كان متظبط، ما هو اذا كان يعني خلاص محمد صبري حكم انه الحكام الاجانب الاهلي بيظبطوا، الحكم الاجنبي بيطرد احمد السيد في لقاء القمه بحجه ان هو ضرب حسام حسن بالكوع. مين اللي ظبطه؟ نشوف. طيب باينة رغم انها ما فيش حاجه مفيش حاجه باينه بس ماشي يعني. اتكررت نفس اللعبه، ما هو ده انا ما اعرفش كان مين اللي ظبط الراجل الايطالي، اتكررت نفس اللعبه مش بنفس الكوع. اللعبه بنفس الطريقه دي؟ لا دي مش باينه خالص، تكرر نفس الموقف لكن باسم مرسي كوع عنيف لسعد سمير مع حكم مجري ما اضطرتش عليه، متعمد. نفكركم يعني شفتوا الكوع اللي ملوش علاقه بلعب الكوره، لان الكوره ما كانتش وصلت لسه، ده هو ضربه في وشه ووقعه، وبعدين المباراه دي ما كانش الزمالك كسبان لسه ساعتها. الحقيقه يعني ان دي من الماتشات اللي تشكل علامات استفهام جامده جدا. مين بقى اللي ظبط الحكم ده؟ يعني ضربه واضحه بالكوع لم يحاسب فيها والزمالك كسب 2-1 يوميها. عارفين الفرق بين الاهلي والزمالك؟ واللي جاب الجولين اللي كان لازم يطرد باسم مرسي. شفتوا؟ طيب حائط المبكى بتاع جول حسن شحاته، لما تسمع اي حاجه يقول لك اصل الحكم محمد حسام ما حسبش جول حسن شحاته، لو اتكلمت على الاهلي خد الدوري سنه 48 اصل الحكم ما حسبش جول حسن شحاته، يا عم ايه اللي حصل فيه؟ يقول لك اصل الحكم، لو هتتكلم على 48 يبقى جول حسن شحاته، لو هتتكلم على السبعينات يبقى جول حسن شحاته، لو هتتكلم على الشهر اللي فات جول حسن شحاته. رغم انه الامور كانت واضحه جدا، انه حتى في نفس الموسم كان في تفاصيل كتيره قوي، وربيع ياسين اتلغى له جون شرعي، محمود عثمان الله يرحمه كابتن ربيع قال لك كل ما اقول له لغيته ليه يقول له اسكت يا ولد ما تتكلمش. ايوه بس الاهلي لا بيولول ولا بيتكلم ولا بيعيد ولا بيزيد. هنروح بعيد ليه؟ سيبنا من اللي ماتوا. 2016 من سنتين فاتوا الزمالك فاز على الاهلي في كاس السوبر في الامارات وخد لقب، خد لقب رفع الكاس. الاهلي كان له ضربه جزاء مش احنا اللي اتكلمنا عنها، الحكم نفسه، الحكم التشيك اللي ادار المباراه بعد المباراه قال ان انا لما شفت اللقطه شفت ان الفريق الاحمر كان له ضربه جزاء. ينسف البطولة، ينسف اللقب، ينسف الفرحة. بس سمعتوا كم مرة حد أهلاوي بيعقب عليها أو بيشير إليها أو بيشكك في لقب؟ ما أعتقدش حد اتكلم، لأنه كل انشغل إنه خلاص المباراة خلصت، نبص للي جاي، فاللي جاي بيجي بتكسب، لأنك ما وقفتش عند حائط المبكى علشان تعيط كتير. نشوف الحكم التشيكي اللي أدار مباراة الاهلي والزمالك 2016 في السوبر المصري بالامارات، وهو تشيكي بافل عن اعاقه عبد الله السعيد من دفاع الزمالك وانه للاسف ما شافش اللعبه. نشوفها ونفكركم.
الجامعة. Yeah, I saw in this in on the match also he played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't penalty. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. على الرغم ان الاعتراف بتاع الحكم يؤدي الى اعادة المباراة، خلي بالك يعني لو كنا طلبنا منه توثيق هذا ان في خطا في التطبيق ادى الى عدم احتساب ضربة جزاء، استحق ضربة جزاء 100% حتى هو قالها 100%. ورغم هذا على رايك ما بنقعدش نتكلم عليها كل يوم والتاني وكتير. طيب، واعتقد كله اعترف بيها بعد كده، وطلع موقع بطولات قال لك حكم القمه يعترف بصحه ضربه جزاء للاهلي في السوبر. اضاع على الاهلي بطوله السوبر لقب وفرحه ودوشه وزيطه كبيره، لان ما كناش هنوصل لضربه الجزاء ساعتها. لكن هو ايه الهدف من الكلام ده؟ ودي اخطاء تحكيم، ويطلع حد يقول لك الحكام الاجانب بيتظبطوا، حكم جاي من اوروبا بيتظبط في مصر، والناس تبني انطباعات وتقعد تعيش مره نادي الحكومه مره نادي الحكومه ومره نادي مره بالحكام ومره بالحظ ومره بجامايكا، اي يعني انشط مصانع الشماعات، كل كام يوم في شماعه جديده تطلع الناس تشتغل عليها، مع انه الناس لو اشتغلت على نفسها وصلحت اخطائها يا ابراهيم ده بيتكلموا في وصرحت جماهيرها هيبقى حالها احسن في الاحقيه انه يلعبوا الماتشين بتوع السوبر السعودي يعني. في الدنيا كده في نادي عايز يلعب الماتشين وهو مش بطل الدوري، ماتشين بتوع لحد النهارده بيتكلموا في الكلام ده، ويتكلموا كأنه يعني انت بتنتزع منهم حق، مش ان هم بيلعبوا، ده انت انتزع حقك انت والاسماعيلي والمصري. صحيح يعني. ورغم هذا يعني على رايك التوقف امام هذه، مش عايزين نستدرج ان احنا نتكلم بنفس اللغه، احنا بس رحمه بالجماهير خاصه الاجيال الجديده اللي ما عاشرتش وما عايشتش هذه الاحداث، فتبني انطباعاتها على كلام غلط. وطبعا في السوشيال ميديا وفي الانطباعات تلاقي شباب صغير كتيره جدا واقفين هم رخرين برضو عند نفس المشاكل وبيكلموا بنفس اللغه. لو كانت قال لهم الصح واتقال لهم الحقيقه، الزمالك لما بيكسب الاهلي بيكسب الاهلي لانه احسن من الاهلي، لانه بيلعب احسن من الاهلي، والاهلي لما بيكسب وبياخد بطوله لانه يستحقها. ما حدش اتكلم حتى على بيتروس ماتابيلا وقصه السوبر الجنوب افريقي وانه الحكم دخل السجن بعد كده وتم شطبه. ما حدش وقف كتير من الاهلي يتحدث عن وقائع حقيقيه الناس كلها تجاوزتها. أرجوكوا رحمة ورأفة بالأجيال وبالجماهير، قولوا للناس الحقيقة، صلحوا الأخطاء. الزمالك نادي كبير جدا يملك مقومات أنه يبقى حاجة كبيرة قوي زي الاتحاد وزي الإسماعيلي وزي كل الأندية الشعبية الكبيرة، بس خلونا نشتغل في مناخ أفضل، وخلينا كل طرف عنده أخطاء يصلحها. لكن أن أنت تدور على المزيد من إنتاج مصنع الشماعات، هتفضل الحالة زي ما هي، ويفضل الأربعين دوري يزيد إن شاء الله تعالى ويتضاعفوا في السنين الجاية، وتفضل بقية الأطراف عند نفس المشاكل وعند نفس الشماعات. ده تاريخيا لا يتغير، وإن كنا نتمنى إنه المناخ يبقى أفضل وإن الناس تحتكم في الأول وفي الآخر إلى قواعد الرياضة والممارسة النظيفة. أستاذ إبراهيم، المشهد ملتبس جدا حتى على مستوى المسؤولين اللي بيطلعوا يقولوا كلام غريب جدا. يعني هو انت لما يطلع الاستاذ ثروت سويلم بيقول لك في اطار الاعلان على ان النادي الاهلي هيلعب السوبر، يقول لك ما بعتناش جوابات للنادي الاهلي، بيكذب تصريح رئيس النادي اللي هو صوته وصوره، وبعدين تكتشف المفاجاه المذهله ان اللي هو اللي بعت الجواب، بتسميه ايه ده والنبي؟ اللي ما يتسمى، اللي بيحصل ده ما ينفعش يتسمى. مسؤول يطلع يقول ما بعتناش وهو اللي ماضي على الجواب. الكلام ده حصل في الدقائق الاخيره من الحلقه اللي فاتت، قرب نهايه الحلقه الماضيه، واحنا خارجين من الاستوديو سمعنا انه العميد ثروت سويلم او اللواء ثروت سويلم، لان التوقيع بيبقى اللواء ثروت سويلم، طلع مع الزميل عبد الناصر زيدان وقال
حاجه خلتنا النهارده يبقى فقرتنا ديت. اهلا باتحاد جده وكل الاشقاء، اهلا باتحاد جده وكل الاشقاء بجد، لانه لما يطلع المدير التنفيذي لاتحاد الكوره يقول الكلام اللي هتسمعوه لازم نرد بالوثيقه. بقالنا 3 أيام موضوع المصري السعودي ده لم نتطرق الحديث فيه، لان احنا عندنا يعني اكتر من مشكله. كانت المشكله الاولى ان نادي الوصل الاماراتي في البطوله العربيه كان المفترض انه يلعب مع النادي الاهلي في استاد السلام، صح. النادي الاهلي اختار استاد السلام الملعب الرئيسي ليه في البطوله العربيه. يمكن ما كانش لما اختار النادي الاهلي استاد السلام كانش فيه مشكله، على اساس كان مفيش اي اجراءات انشائيه او حاجات يعني في طريق الاسماعيليه الصحراوي حضرتك الخط الرابع لمترو الانفاق. وفي هناك لما تيجي تشوف في ماتش منتخب مصر الاخير ده كان في صعوبه جدا كل الجماهير، وبالتالي كان في قرار من الامن بعدم لعب المباراه بتاعت النادي الوصل الاماراتي في استاد السلام. بقى لنا 3 أيام في مجادلات وفي اتصالات وتنسيق مع الاتحاد الاماراتي عشان نلعب الماتش في استاد برج العرب. الوقت ضيق جدا، المفروض في المسابقات المحليه والدوليه افريقيه او عربيه بيكون فيها 10 ايام عشان تيجي تختار او تخطر النادي الطيف. بالتالي لولا التعاون ولولا تدخل المهندس انا بريده بعلاقته الشخصيه كهدف الاتحاد العربي، اعتقد كان الماتش ممكن ما يتمش يوم الاحد اللي جاي. الحمد لله النهارده تم الاختيار بان الماتش هيكون في برج العرب، والناس النهارده هيجوا ضيوف نادي الوصل الاماراتي، هيوصلوا فجر اليوم ان شاء الله الاستاد لمدينه اسكندريه وهتلعب الماتش في برج العرب. ده كانت المشكله الاولى. المشكله الثانيه، انت عندك نهائي افريقيا، كلنا طبعا بنتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يحصل على كاس افريقيا. بقى لنا فتره طويله ما لعبناش في بطوله العالم للانديه، حابين جدا ربنا يوفقنا. كان لازم الناس الامن المصري يوضح للناس كلها ان هو حريص جدا على دعم النادي الاهلي ودعم الانديه المصريه كلها، وبالتالي كان في توجه امني واجتماعات امبارح. حابين جدا ان النادي الاهلي يلعب نهائي افريقيا في استاد القاهره عشان كل الناس تبقى عارفه قد ايه ان الامن المصري حريص كل الحرص على دعم الرياضه المصريه والكره المصريه. يوافق ان تلعب الماتش في استاد القاهره، ولكن طبعا كلمت السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي وكلمت اللي هو علي درويش. انا كنت عارف ان صعب جدا نتلعب في استاد القاهره، لان احنا لما جينا نلعب نحدد ماتش مصر وتونس يوم 16 كنا نفسنا، ومستر اجيري كان حابب جدا يلعب في القاهره وفي استاد القاهره اللي بيسمعوا عنه. فوجئت ان اللي هو علي درويش ان لسه كنا مش اقل من شهرين، فبالتالي كنت عارف ان في لسه تحديث كامل للملعب الرئيسي في استاد القاهره، تحديث كامل للتراك بتاع الملعب، تحديث كامل لغرف الملابس. يعني انا بيتعمل في استاد القاهره طفره انشائيه محترمه جدا، وبالتالي صعب جدا تلعب الماتش النهائي، وكان القرار فجر اليوم او النهارده ان يتلعب الماتش ان شاء الله في استاد برج العرب، وهيكون أستاد عبد الناصر اكبر عدد من الجماهير في حرص من وزاره الداخليه بدعم النادي الاهلي في الماتش ده. والترجي طبعا فريق صعب جدا، فان شاء الله باذن الله كل ما ممكن يتعمل من الامن ومن وزاره الشباب والرياضه ومن اتحاد الكوره لوصول النادي الاهلي لكاس افريقيا وانه يحصل على كاس افريقيا هيكون ان شاء الله باذن الله بعد النصر. كل ده ما جاش سيره بقى، ولا اتكلمنا في المصري السعودي او ولا اتكلمنا مين اللي هيلعب او مش هيلعب، لان كان كل همنا ان احنا نوصل باقي اسبوع على ماتش نهائي افريقيا، باقي 3 أيام على البطوله العربيه. فانا زي ما بقول لحضرتك كده ما حصلش تطرق للحديث عن ماتش السوبر المصري السعودي. ده الكلام اللي عندي يعني. بعيدا عن كرم الاعداد في انه يسمعنا كل الموال الطويل للعميد ثروت سويلم وما كناش في غنى عنه، هي كانت الجمله الاخيره فقط. الجمله الاخيره ما تطرقش الحديث، ده كلام اللي هو ثروت سويلم، ما تطرقش الحديث ابدا للسوبر المصري السعودي ولا مين اللي هيلعبه ولا هيتلعب امتى ولا فين.
الكلام ده ليه؟ لانه الحلقه اللي فاتت كانت بتاريخ 25/10، الحلقه اللي فاتت على طول يوم الخميس، في بدايتها لو تفتكروا كان الكابتن محمود الخطيب له لقاء مع الزميل كريم احمد من النادي الاهلي في مدينه نصر، قال فيه قبل اجتماع مجلس الاداره النهارده بوقت قصير، جالنا جواب من اتحاد الكوره، جالنا جواب من اتحاد الكوره يقول انه الاهلي هيلعب مباراه السوبر، مباراه السوبر مع اتحاد جده السعودي. لما يقول الكابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي قبل الاجتماع جالنا جواب، يبقى جه الجواب. ولما يقول امبارح الكابتن هاني ابو ريده اتكلم معايا وقال لي هتلعبوا كذا وكذا وتوافقنا، وقلت له ظروفنا ايه وان احنا من الاول مش معترضين على اللعب خالص، احنا كان لينا كلام على طبيعه المشاركه وجدول المباريات وان لازم يحصل تنسيق، وقت ما تحلوا الامور اللي اتكلمنا فيها ما عندناش مشكله خالص. يطلع بعد كلام الكابتن الخطيب يطلع المدير التنفيذي لاتحاد الكوره ويقول لم نتطرق لم نتحدث، فتطلع المواقع كلها تبدا تتكلم باستفهام كبير جدا عن الكلام اللي صدر عن النادي الاهلي على لسان رئيس النادي الاهلي. ازاي رئيس النادي الاهلي بيقول جالنا جواب قبل الاجتماع، وازاي المدير التنفيذي لاتحاد الكوره يقول ما تكلمناش وما اهتمناش ومش مشغولين بالكلام ده دلوقتي؟ كان في علامه استفهام كبيره قوي بعد نهايه الحلقه الماضيه، ازاي ده حصل؟ ازاي احنا طلعنا قلنا ان جالنا جواب والراجل المدير التنفيذي رقم واحد المسؤول الاول في اتحاد الكوره يقول لا ما حصلش وما ناقشناش؟ عشان كده كانت الدهشه كبيره قوي. نرجع للورق نفسه ونشوف هذا الخطاب الذي ورد للنادي الاهلي من اتحاد الكوره اليوم اللي قبلها، والمدهش والمريب والغريب والمثير والعجيب انه توقيع اللي هو ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، ده الغريب، ومؤرخ بتاريخ 24/10، يعني اليوم السابق على كلامه مع الزميل عبد الناصر زيدان، اتكلم يوم الخميس وهو يوم الاربع كان الجواب مكتوب للنادي الاهلي ومؤرخ بتاريخ 24/10. كنا نصدق ده ازاي؟ كنا نفهم ده ازاي يا باشمهندس؟ لا هو ليه؟ اولا ليه بيقول كده؟ هو نفسه نفس الشخص اللي طلع برضه اتكلم لما قالوا مفيش حكام اجانب لماتش الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت، وقال لك وبعد كده ماتش السموحه والزمالك مفيش اجنبي، وقال لك اصل الزمالك عايز بطوله. هو نفس الشخص، شوف طريقته في هو نفس الشخص اللي له تسريب وهو بيقول جبنا له الحكم اللي بيحبه. هو نفس الشخص اللي بيطلع يتكلم اللي لا هم له الا الدفاع عن رئيس نادي الزمالك، خليها كده هي جمله صريحه. طب ايه بيدافع عن الزمالك ان يقول ما هو المدير التنفيذي لرئيس نادي الزمالك؟ ما هو ماضي جواب يقول لك لم نتطرق، بيكذب مين؟ بيكذب نفسه ولا بيكذب النادي الاهلي؟ هو بيكذب مين هنا؟ هو دي ده انت ماضي جواب وبعته قبلها بيوم يا عم. ايه غرضك في هذا الحوار وهذا التشكيك؟ هل كنت عندك معلومات ان هيتم التراجع في الراي فبتنفيه؟ ده انت بعت الجواب خلاص. الحقيقه شيء محير ومش مفوز. عندك تفسير والنبي قوله لي. انا قلت لك هو المدير التنفيذي لرئيس نادي الزمالك، لان كل الوقائع السابقه تنم عن نفس المعنى بوضوح شديد جدا. رغم انه النادي الاهلي لما بيتحدث عن المشاركه في لقاء السوبر المصري السعودي يتحدث عن حق مشروع كامل، هو لم يعتذر. ده الاضافه لكده ايه؟ الاتحادين المصري والسعودي اكدوا على مباراه الاهلي والاتحاد السعودي. بعد لحظات من كلام اللي هو ثروت سويلم اضطر المهندس عامر حسين يعمل مداخله مع نفس القناه عشان يقول الحياه من وجهه نظره. نسمعه. كل المعلومات دي كلام مؤكد ويمكن لحضرتك قبل كده زمان. المشكله كلها مع النادي الاهلي مشكله مواعيد. ان هو النادي الوحيد اللي عنده البطوله الافريقيه اللي هي الموسم الماضي والبطوله العربيه وبطوله افريقيا الجديده ان شاء الله، فبالتالي عنده ارتباطات كثيره جدا. حضرتك شفت الاتحاد الافريقي بيلعب اسبوع ورا اسبوع، مفيش فرصه انك انت تعمل مؤجلات حتى بين المباريات.
وده خلانا طبعا ان احنا بندي الفرصه للانديه اللي بتمثلنا خاصه في الادوار النهائي. يعني ما نقدرش نعمل كده مع الانديه في كل الادوار اللي جايه. للنادي الاهلي والنادي المصري وفرنا لهم كل المده الوقت الكافي من الراحه اللي هم عايزينه عشان ينجحوا ان هم يشرفوا مصر في الادوار النهائيه. انما الامور طبعا صعبه جدا عبد الناصر، باصابات كتيره جدا ورا بعض كلها. حضرتك عارف هنلعب يوم اثنين، النادي الاهلي هيلعب 28 مع النادي الوصل الاماراتي، وبعد كده يوم اثنين المباراه الاولى مع الترجي، وبعدين يوم 9 والمنتخب الوطني يتجمع يوم 12، وبعد كده مباراه العوده بالنسبه للنادي الوصل الاماراتي يوم 22. يعني الامور الشهر ده كلها ما فيش فرصه للنادي الاهلي يلعب اي مباراه محليه. فبالتالي ان شاء الله يعني نحاول نوفق المواعيد كلها، لان المهندس ثاني بلغ من المباراه هامه جدا. بصرف النظر عن انها مباراه كره القدم زي ما حضرتك قلت. صح. انما لها اهميه جدا. كان في يعني اتفاق ان الموضوع دوت ما يتمش اعلان عنه. يعني مسألة رئيس لجنة المسابقات بيوضح ان في اتصال للتنسيق وخلق المساحات وتعديلات على الجدول لان في مباراة للسوبر. كلام واضح جدا. الوحيد اللي هو بيمضي مش عارف وبيمضي على ايه وبيتحدث بامنياته دائما عبر الهواء اللواء ثروت سويلم، وهو علامة استفهام غير مفهومة في هذا الموقف تحديدا والمواقف السابقة. لان حتى اتحاد الكره طلع بيان على صفحته على تويتر. الحقيقه انا سالت الصديق العزيز اسامه اسماعيل مدير الاعلام في اتحاد الكره بعد ما روحت. ايه اللي حصل لما تخبطت؟ طبعا يعني انتوا بتكذبوا النادي الاهلي على لسان المدير التنفيذي للاتحاد. قال لك لا، الاتحاد بعت جواب. ف لما كلم المهندس هاني ابو ريده ولقى اللغط حقيقي موجود، ازاي الطرف اللي بعت الجواب يكذب رئيس النادي الاهلي؟ امال انتوا بعتوا جواب ازاي؟ في لبس غير طبيعي. مع هذا اللبس اضطر اتحاد الكره لاصدار بيان رسمي يوضح فيه موقفه ضد مديره. ده الغريب جدا. قال الاتحاد المصري لكره القدم في بيان له: أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا للتوضيح كل ما يخص السوبر المصري في البيان التالي: في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم، أتم الاتحادان الاتفاق على إقامة السوبر المصري السعودي بين فريق النادي الأهلي بطل الدوري المصري وفريق نادي اتحاد جدة بطل الكأس السعودي يوم 27 نوفمبر المقبل في مصر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته مباراة السوبر الأولى بين فريق نادي الهلال بطل الدوري السعودي وفريق نادي الزمالك بطل الكأس المصري التي أقيمت بالرياض يوم 6 أكتوبر على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بيان الاتحاد المصري لكرة القدم. علشان ممكن واحد يقول لك طب ما هو أصل قبل كده طلع بيان ما جاش تأكيد من الاتحاد السعودي. أم ردد الاتحاد السعودي ببيان قايل الاتحاد السعودي: اعلن الاتحاد السعودي لكره القدم اقامه مباراه السوبر المصري السعودي بين الاهلي واتحاد جده في القاهره في 27 من شهر نوفمبر المقبل. واكد الاتحاد السعودي في بيانه عبر صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر انه تقرر اقامه المباراه تاكيدا للعلاقات الاخويه التي تجمع الاتحادين السعودي والمصري وتجسيدا للتعاون المشترك بينهما. واضاف البيان السعودي: يأتي ذلك تأكيدا على أواصر العلاقة بين مصر والسعودية وآخرها النجاح الباهر للقاء السوبر بين الهلال والزمالك في الرياض. يعني الأمر كده يتضح بشكل جلي جدا والمفترض ينتهي. وهو صدر عن النادي الأهلي ترحيب وإزاي هيقابله الأشقاء وترتيبات الاتحاد ترتيبات خاصة ولائقة ببعثة اتحاد جدة والاشقاء. يعني الوحيد اللي مضى على جواب على فص عينه وانكره هو صاحب الشأن الاستاذ ثروت سويلم، اللي محتاجين منه تفسير الحقيقه اللخبطه دي جت ازاي. لان يعني على الاقل
تظل العلاقات اللي بيننا وبينه مفهومة يعني، ونحتفظ له بهذا القدر الكبير من الاحترام. هو بس مزيد من الانضباط الإداري صدقوني. لا ده مش انضباط إداري يا أستاذ إبراهيم، ده مش لخبطة. لخبطة تحصل إمتى؟ لو حد تاني مضي الجواب. لو كان حد تاني مضى الجواب وبعته من ورا الأستاذ ثروت نقول معلش. دي لخبطة إدارية جوه الاتحاد والراجل ضحية هذه اللخبطة، لكن يقول لك لم يحدث مناقشة وبعدين يطلع انه ماضي على جواب انا ما شفتهاش لسه، ومحتاجين فعلا تفسير، ولن تلقى ولن تجد ولن يصدر احد تفسيرا لما حدث. اهلا باتحاد جده والاشقاء في القاهره، واهلا بالمزيد من الخطوات الايجابيه نحو المزيد من التآخي العربي بين كل الاشقاء. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير مع زين النوادين.